محمود مرتضى الله يكون في عصيره. حطيت على كرة عن طريق وده حاجة قرويضة حبيبك يا سود مرتضى الله يسكوك عن صيده. كرما قاعدة باكو دينا يا ييتا لو كيستاني إساقا كل كيلو نبكي سيكو هادينا قدوك تيو حلا دحنكا قلا يلو تيني. كرما قاعدة باكو دينا يا ييتا لو كيستاني إساقا كل كيلو نبكي سيكو هادينا قدرتي على ضحنك قال يا لوتي هم دينا نك قال قريك بيا لوتي البحوض نك قد جريك بيا لوتي هم يسيق نك أنا بحياك بيا لوتي. شوين تاني كاغيري بدي صولا كران مايو شعب كاينو كبي كارو لاي صولا كران مايو كاي جينا واقو تدين دوني اسكو تاغني اهن بغي شوق ودا فيتسا ننقر فيس ودا سيناي دور واقي كو صحا صول استيه بوق نحو ذا قوي شوين تاني كاقيري بداي صولا كران مايو شعب كاينو كبي كالولاي صولا كران مايو مركا قابي اندار قرطة دي جير لاي سوقو كاي اي قوري والبو عكيسي وقبنا لغا دوحاي حلقي قاشيقا داقاي قو عانتا دي كان اي تتكيسي كلا قاسيري كعالي سوي دارتي كي يقا حولا توقو فوري سولا كران مايو إنو قبل انقاتي قاي كاري دي سولا كران مايو إنو قبل انقاتي قاي كاري دي سولا كران مايو. مركا قابي اندار قرطة دي جيل لاي سوقو كاي اي قوري والبا
gashiga daqay ku cantadi keenay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسر كسر الوادة مروين هي مدن يال برنامج كيو جبوتي توس تي في برنامج جدي مت وحساب بدنا يدو أو سنة كبيرة دي لبعض كوري أفري لبعض كلوت بعد جاي أدون كمل كتيبة وعندي لنا هاي كسر الوادة جبوتي توس تي في يدو أو مرتي شرف مانتا أدي أت وقالينا أي مانتا أكسر قيب قريتونان حتى أنا أين رجوعان marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa oo maanta maxay ahaydeenay barnaamijkeena ka soo qayb galaysa aan ilaado maxay ahaydeenay fadhiye muuse buqaca oo aan maxay ahaydeenay shakhsi aad iyo aad looga yaqaan halganka jamhuuriyadda jabuuti aad iyo aadna raajoogaygu caan uga yahay qurbaha iyo afrikada iyo siiba jamhuuriyadda jabuuti marweynaya mudanayaal waxaad ila soo dhaweysaan fadhiye muuse buqaca fadhiye ku soo dhawow jabuuti toast tv ويهي مروا فتعية موسى بوكاعو هذه هي نمق ليسو جبوتي توسكو سو دوو انت اي نوصن قونيسو وحاد سو دوويني نان مداني عبدال عبدو وآدوغا تقانان برا مشانا عنا هالقماء شعب كجمهورية جبوتي آدي آدوغا تانية مروا لنا لوغد ويستو محايا عدني تلبحنتي سنة ستوصة جبوتي توصي مدني عبدالله عبدو السنة وناكسن سنة عصبة وناكسن ما قوله يكسو دهو جبوتي توصي دي ولالكي واندو هاي عناها إيار مغانس دربا يقول دعي إنا سفعاني مغلسين بنوما لنا يا وارتواني والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة السلام كان نقول سلام يا وحنا لينا هاي وحن نقصو السلام يا مغانا لاس فيغس أنجوغو on maltagay u tagay new yearka las vegas aan u tagay marka waxaan leeyahay umada rajbut waxaan u rajaynayaa sanad wanaagsan sanad khair qaba ilaahay waxaan u bareyna ibliiska ma haysto naga dulqaado umadu nolol xalaal ay ku noolaadaan ay wax kasta ka helaan dalkooda ilaahay insha allah dadaal baa lagu gaaraa meele waa inaan dadaalno si aan ibliiskan dulkiina laga yimaado umada isku dirayna iska qaadno waxa weeyaan wuxuu nagu noqday koloraa buu nagu noqday بس بنقول نقضي ونن حن إلى هاي أنا قدر قاضو سنة كجديدك وأنا جوز عشى ولا كي أيام ليو حسن داليو وأنا ولا سلام ويا هاي وحنو ملينا يا فتحية السلام عليكم وين جوجا ولد مغلي وين جوجا ولد مغلي ما شاء الله كسر دو جبوتي تو سي في ذاتك يجو أتكي أتك وحنا فتحية موسى بقاع وراديو فتحية موسى بقاع وكل جسنيان waxaan jecelnahay sanadka wanaagsan ee miilaadiga ku soo dhawaatid aan salaantid shacabka aadka iyo aadka adiga ku xiiseeya mar walba waan dhowahay bismillaah wassalaatu wassalaam calaa taaha alamiin fi kulli waqtin waaxin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan taageerayaasha jabuuti toos dhammaan waan wada salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa martida caawa toolay sharafta leh ee kala qayb galayo ayaan leh cabdalle iyo xasan waan wada salaamayaa daawadayaasha caawa dalka gudihiisa iyo dibadiisa laga daawanayana waan salaamayaa waxaana leeyahay sanad wacan oo wanaagsan sanad khayr qaba sanadka ilaahay waxaan ka baryaynaa kii baraari iyo bashbash inoo keena kii heeryada la iskaga rogo ee xornimo dhalinyaranka ilaahay ka baryaynaa maasha allah sidoo kale waan leeyahay مدري حسن دالي كسر دوو مدري شعدا جبوتي توس تي في سند كوناكسن وعقولنا سند وناكسن ما قلنا بعد ما سنتين أدبا كأجمع هاد عليا أيام إسماعيل كل ب ده هي برنامج جبوتي توس بات هاي كل ب عاو مرتقالية مرتين جوين ومدري ريت جبوتي يا سومالي أردن iyo umada reer jabuuti oodan waxa leenahay dhamaantood sanad cusub baan ku jirnaa sanad cusub baa caawa oranaya sanadka cusub oo ah 2024ka oo ay caawa marti nagu tahay fadhiya walaashay fadhiya muuse buqaco waxa leenahay fadhiya kulliiba waxaad uga barteen baraha bulshada xagga raadiyooga umada reer jabuuti iyo umada soomaaliyeed wax badan u shaacisa reesoogana aad loogu xiran yahay fadhiya muuse buqaco halgamaan aad u weyn ay tahay umada reer jabuuti
وعكلو بربر فريا أو عاو إسنا برامج كأنا رداد هنا يا أو برامج كسينا عاو كتيرة عبد العبد هو دكبر تسنا ريزوس وشو قا ممارة بره بشدة إنه أد وقا 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 تعلمو وأد وحبذ نو كشاعيو إسنا من الجوا إسنا محلك كله نهاي سنة عصوبة ونكسن لما تيم بوا حلنا نهاي شكذا يا هذا الكو يا برامج وعوسعنا يا درندوري ونسكولي دي بينا شكذا وحلنا هذا مان مسلم كادو كونول لما تودوا حلينا هاي سنة عصب وحنا نودوا عينينا ونعاو ولين هاي إلى هاي سنة كعصب وقت عصبها وقدر يقول دتك فلسطين الجماد يدباتون كلوا جسنيم وقوس عياليان وتهاي كلية سنة ك ونعكسن أما سنة كعصب لبعض يكون يو أبريل لبعضن ك وحنا سكده يدور نبرة مش كنا عاو إنا عن دي مجلة إنه حصة أمان رادو محاي هذاني عن دون مشاحنا حيابلي يو موت نواحيجا جمهورية الجبوتية إن سؤالك ويدينه يدو أو أريمه هاسيسيف عن كلهم ضرور شعر أبنا مركب قهر يستوى حكوس الدوين يا فتيه موسى بقاعه واحد جرا إسقاط عيا كسعداء حافظ بالبلاء دلني يربا يجو إسقاط لي يدنا عسي دولتي أم بني هذا ثلاث كيس معين عمر جلنا وحكومة سوسيه هي إن وهشيشيو أم بقولي يا هاي واحد هشيسين يا سومالي سومالي لاد أرمها في جمهورية الجبوت كصعداء أيار ربني أنت عاد وحق أختها إن أنا لقيت شطو كسره فتيه موسى بقاع ويا هاي فتيه هذه أي نلت وقتو أي نمق ليسو سؤال شينا هذه أي مقشي إن أي إن شاء الله أتفوت وتنج على هذه فضية ما يمقشة واي أنت أي فضية أي نص نقول يسوع مدن عبد العبدو أديك هذه سؤال شاسية قادم كريسو سيد المحاي هذي أرماها إيش قوي كقصة بالبلا حافظ بالبلا إن إن شاء الله أديك أركض هذا صار أركض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولك أيام لأرمهم كسر على بالبلاء وحيس قبوا وياي نكر لك يا شيء دلوا لهين سكعتي وماذا حكنا على ماذا حكي يا مجلسي وما شو حك واجتو مركله سو مالي ما نشي سينيا تتكسي بحكر سكونيا وحويا أدي أدمان وحماري تد متقنا بختي وحلال وياي إنا قل إسكا جبان إنا إسدلان إنا وعمل إجران ما هيستان يعني مل دي بدل دقي ذلك إنا ممكن ما يكتو سيسا إنه نكر متقنا دوفارك وغمض سكتوري وحن كدم بيو إنه قال لك أنا دعيو عصقو ما نبض حيا وحويا لبشي وما نوديني يا سؤال ما تجيب تقوله ما ونولان كرنا سواء كلبحنا لبلا من ويا هدي عن سديلينو أنا قال ليش كجوبينو ما نسلينو وهاي كان دكان تاي ما ولا نولان كرنو مركا وهاي إيمان يحق إن كلا بحرج وين هين إن نسدينو ماها ولا لان هاي قاجنا ولا عيسى كان سحبنا عيسى محنجة وحولين قاتي ودل كني جوبي ونسي دولان خيالين ونحن نسكعل وكجوس لكن إني أنكو استلنو أونس جوبنو أقل لبا ما هاي سنة ما أبدك إن دي بدأ سيحدان إياها وينك ولا في عيها مركا لبدا السؤال أبا ويدين يا أمد ريجبوتي هدي أولا نولان ما شنوك لك حيا هدي أولا نولان كرنا دقا لدن إنا نسكدي إنو مركا فتحيا سوق شانو علينا يا شاء الله وعيكو صدوو سلام وارجوغي مركي وانكو مقلي بسم الله وأنا دي مقلني أن أرين كهرتا أفر عشبة ورابلي حفدوه إنت بالبراء قارهان ورابلي يدوكا مسكتير كالسعودة
يقولك مسكتير كسرة وحويا وضد مساكينة وضد ضيرة وضد ضن تعيشي وضد يهو وحي علام بالهيسن ضد كان الاسكود رايو ورشها ماشا كسرة أنا وحويا هل كأي دقين يبلو لدونا يا إن ماركي لقاقاته ولقلو وريغو سيدار العقل لوغو يبيو مركا ومدى مساكين تقال اسكود رايو وقرش ونرام labadaara la waxa foolxuma ah inuu jaldaran iyo booliski kala qaban kari laayeen dad shicib ah awooda dadku waxay ku tusaysaa meesha inaanay dawladdu jirin ee maqaaxin leeyahay iska noqoto meesha markay maqaaxin leeyahay noqotana haykalkii dawladnimo saasaankii dawladnimo meesha uu ka baxaya sharci ma jiro qawaaniin dadkan kala wadaysa ay ma jirto sharci laga baqayaa loo hoggaansan yahay ma jiro sharcigu wuxuu ka jiraa daaradi harmuus سيدي وحلو حراس سيدي وحلو دعا سيدي دريس كلاي سكوغي يرا او بيل لغا نادعيا هذا بريك داد كيسي او دبكا يهولا عاية دفتاسي تسعطو ايو كو مشغول سيا هاي سومالي لاندي سومالي يهي شيسيني تاسي محاي كتوس يسا ينو قير مسولي هاي ينو قير مسولي هاي عاد اسماعيل نين عاد كمسارنا مركا او مدع مساكين تا اي بعد كوارن اي ميلاي قلان يا ميلاي هرسلان لا iyagu dantu midaysay waxa la isku dirayo waa qorsho dawladdu ku gacan leedahay qorsho iyaga ka soo fulay ma waa qorsho dawladdu ay ku gacan leedahay waa qorsho ay dawladdu ka dambeyso waxa sina haajo madax la qabtay leedahay Soomaalidu jiraamijo la qabta male dabka halkan ka shidan isaga haramus buu ugu tagaya isagu soo uma haysto haajo markay faraha ka baxdo de ay meesho dabaqdo uma la imaayo inuu isagu badbaadi marka isaga dulka lagu jiidi dadkan isku dirayo nafsigoodu isagu ka soo baxaya wadad masakiina meeshay degan yihiin sidee u eg yihiin dadka wada dhaawacaneed aragtay dad la ruuro ka muuqata maaha waa dad nolol maalmeedkiila labada dhinacba labada dhinacba haday afar tahay haday ciiso tahay waa dad gaajoonaya waxaanina waa mashruuc laga soo abaabulayo baraha bulshada iyo aqalka harajaan rag baa ku seeta dheereysanaya rag baa doonaya kursiga inay ku sii fadhiyaan dhiigga ummadda masaakiinta marka ummadda reer Jibuuti waxaan leeyahay haddaad dhiigga daawataan oo dadkiina daawataan taa idinkuna ogaada dhibku way wada saameyn imikaad bilaa mushaharkiin bilaa laytihiin bilaa biyatihiin bilaa cuntatihiin bilaa dawatihiin dagaalna waa la idinku daray Soomaa waa idinka arkaya sidee u dhici kartaa dad shicib oo dhagaxtuur ka bilaabay dagaal inay dawladdi kala qaban kari waydo waliba cududii weynayd ee booliska iyo jaldaarka amniga labaduba sugay taas waxa weeye dawladda u bareedhay dawladda ka dambaysa burcadka Jabuuti haysata ee afduubka ku haysata ummada reer Jabuuti ee masaakiinta ayaa waxa ka dambaysa marka waxa leeyahay reer Jabuuti waxa ka waantooba dantiina maaha inaad islaysaan dantiinu waa inaad garabsataan oo xoolihiina ila Cote d'Ivoire ila Muqdisho ila meel walba ka daadsan ee lagu jamtacayo xoolihiina inaad doonataan oo dantiina raacdaan baa loo baahan yahay ma isuucin wayay fadhiya mal ogyahay shaqaaqooyinka dad intay gaariyaan ku waxyeeloobay dhibaatadu intay gaartiisan tahay waxaan arkaynaa guryo la gubay imisa guri baa moogtahay dhinacaasi lagu gubay maxaad warka haysaa hadda waxa weeyaan tiro kooban ma hayno laakiin waxa weeye dhaqtaradii way buuxaan dhaawac dhaawac dhaqtaradii way buuxaan dadkan dhaawacmay xitaa waxay isku daweeyaan ma haystaan dawo waxay ku soo siistaan ma haystaan dadkaas la isku diray dhaqtaradiina laguma daweynayo iyagina waxay dawo soo siistaan ma haystaan taa maxay ku tusaysaa waxay u dhimanayaan iyo waxay ku dhimanayaan dadkaas ma garanayaan labada dhinacba marka waxa weeyaan guryaha la gubay waa tartii waraabalay sanadkii hore sanad walba markay dhammaad yahay sanadku dhiig baa lagu maydhanayaa iyaga faal baa u qabtay inay dadka laayaan inay dadka isku diraan marka ummadda reer Jabuuti qeylanaan in loo diro la ilaaha wardadkiina kala gaara wardadkiina kala gaara labada dhinacba dadkiina kala gaara dadka aqliga saliim kala hoo dadkiina u gurmado kala qabta hooyo unbaa meel walbi ku balanbalaysa hooyo unbaa meel walbi wiilkeedii lagu ku waayaysa hooyo unbaa asay qaadaysa hooyo unbaa meel walbi ku dhibaatoonaysa marka waxa weeyaan dadkan yoomkii baarka wadadka yoomka baarka u kala labada dhinac waxa in kala isku diray islaynaya maaha cid kale waa dadkii danyarta aha marka dadka danyarta ah ee wada gaajoonaya ilaahay ha kala qaboojiyaan leena meeshan fidnad baa kacday
فيقنب دعنا وحي على وصي إلهي ومدها كتر نيسوعش وايب حدات حكا تاليس كان اسوي دينو حكا تاليس كان تاليس كو يسوقو انتو كوغي هاي وروغنا هاي انو فرقلين كو هايو ودد كان ودونا يو انو اسكو دقاري اسكو در لكن ما اسكو تايان ان اي دب كان اي قبو جيان دد كان اي كل قبو جيان دد كان وانا ليار وعروانا وقبحي وطن كا ما اسكو تايان تاليس كا اسماعيل ممركيل ان دد كان اي كل قبو جيو مالا سمي وان وان مالا مالا خرا نحقلي انتاد كوغتا واح وان وانا اولوو كلا نحقلي مجرتا حتى وان وان جرتو إلى مارتي خميس تي بيش السداد يلباتن كيدي لا مانتو سعلا ما وان وان با جرتا ما شرعي با حتا كالعلين كاريلا ما شرعي لغا مرو دكتا لكا لقفتا وان وان با هلغا يمادي دكتا المي دولي دو تاليسو ما تالينا يسو إيادا كورا حيسان يسا ديگا دكتا aq ismaaciil wuxuu bartay anuu dadkan anaa kala haya anaa kala haya anaa kala haya muxuu kala haya isaga isku diray muxuu kala haya muxuu kala haya waa kuwa bacad ka wada yaalay ma guri buu siiyay ma meel u dajiyay ma waxba war uga haya laakiin marka la isku dirayo dad isaga ka socda oo u gaara oo booliiska iyo jandaarka iyo militaryga ku jira ayaa waxan ku shaqalay rag saraakiil ayaa mas'uuliyadda fulinay rag saraakiil ayaa u xil saaray rag saraakiil ayaa baraha bulshada ku xiran oo lacag ku bixinaya in dadkan la ficiyo oo dadkan la isku diro runtii laga gabadan ma rag baadhiga dadkan ku gorgortamaya nagiib ha u horeeyo yibu toog rag moobin ha u horeeyo eena joolay ha u horeeyo waxay subag leh maarvingay waxaasoo dhani iyaga ka dambeeya oo carqalad inay dalka geliyaan si loo ilaaho dalku nabad ma aha waa dadka caaq ismaaciil ku hoos nool waa dadka taladiisa iyo aragtidiisa iyo fikirkiisa la qaba caaq ismaaciil waa kacan gacan ku dhiigle gacan ku dhiigle iyo dhiig maayna wax kale ma yaqaan waa intaa weeyaan aad baad u mahadsanta warbixintaasi xasan daaliye yaan siraya isaguna haddii uu u qabo su-aalo badciya muuse bukaaco kusoo dhawo xasan kolayba ayaala waa mahadsantahay sanad cusub oo wanaagsan baan leeyahay ilaaha sanadkaa sanadkiisa ilaahay bashbashiyo barwaaqo ummaddeenna reer jabuuti ee meel weliba jooga ee gaajadu hayso ilaahay sanad khayr qabo ilaahay waa uga dhigaaleenahay dhibaatada dhacaysa iyo dadka laysku fidnimeynayna waxaan leenahay ilaahay ummaddii ku cawratayna ilaahay ha u booga dhabo ilaahay ummaddii dhibaata ku dhacdana ilaahay maad aragtay nasiibkuuga ha u wanaajiyo haddaan ku sii socdo abramishkii jabuuti toos caawa fadxiya muuse bukaaco walaashii bay ag joogta oo caawa nagu qaalaya oo nagu caawa martida koobaada oo waqti dheer noogu dambeysay halgankana sidaa uun u waday oo habeena dharaar u heegan ummadda reer jabuuti cabdallah barbar fadhiya markaasi su-aal haddii gaaban aan weydiiyo anigoo in badan aan iskugu kaa dambeysay in badan aan ka reegay su-aashaasoo ah fadxiya muuse bukaaco maadaama ood wax badan u dhuundalooshid wax badan jabuuti aad ka shaacisid dadka inta ugu badanna habeen iyo dharaad aad u heegan tahay waxaan ku weydiinayaa si reer jabuuti ee laysku dhiftay dhibaatadu ay ka socoto waxaa su-aasha aan ku weydiinaya dadkaasi maxay uga dhacdaa uun arintaasi belbela ay uga dhici laadahay jabuuti taas waa ta u horeysa waa su-aasha u horeysa su-aasha labaad waxa weeye dhalinyaradan iyo dagaalkan dhacay sababtuu ku dhacay iyo wuxuu ku dhacay aniga sida wararku igu soo gaareen waxaa laigu yiri waa arrimihii jiib taalonga iyo dhalinyaradu ay ka dagaalameen xagga qoomiyadda afarta oo cadhadaas way jirtaa oo xagga dhalinyaradan ayaa ila soo hadasha laakiin dhibaatadaas ma halkaasay ka socotaa mise waa abaabulkii sanadka saba dhacaye diigu inuu bato in cumar ku seexanaya sidii ummadda reer jabuuti isku laayeen fadxi kusoo dhow waan dhow ahay horta arrinka jaantaalooda haddii aan wax ka nidhaaho waan arkayay maalmo dhoweyd inay dhalinyaro ka hadlayeen baraha bulshada ee qoomiyadda cafareed kasoo jeeda oo ka cabanaya in la maaragtay dhibaatooyin loogu geystay xulkii dhalinyaradaasina badheerahoogii bay dhiibteen sida wuxu dhaceenna waa kuwii lasoo fadhiistay baraha bulshada uma malaynayo arrinku inuu kaa yahay arrinku waxa weeyaan dadkan
سيدي ماشي اللغة براكعية اللو إيبيا باقرشو إياهي لعقبا دكا لموقتا سيدكا اللغة براكعية لأين لا يسكو دروية وعلا يسكو درايا سيلو إلا هوان وذا دقنان ويدين ماشي والدين كتعينا إنا ماشي نقولي يوحبا لغاني سياية أرضا ميلكا لكو داتا وإن مستقر واحد دكا لبراكعية وإن مستقر واحد دبكا إيا وحاس العين ما كلتا هاي الدولة دوئينا لي كفو جيقني أم بإينا لي أغين دباتوين كدعية وحب والجوال أغيهي لدقاها يعني ده هاي كحيران يعني ده كان يمسكو لما عدام بيقو عنسلي ده كان ده بالغة السماء يستي ده كان لو مبهنا إنا يسكو لما عدام ونحب دي كهر ينقو عاقس معكو تشاني واي ده بو كسما يستي ده ده بو كسما يستي ومبهنا ده كان وكما عرمي إنا وكما عرمي نواحا كتوسا يسواكا مانتا يسو كل سوماليا أيان يشيسينا يا سومالي لا يبوتي لان دلكي سينا وحن باكا صعبا مركا إنو كام عرمي ودلك لها إنو مدر رير جبوتو حولوه وغا إيا سلدانات أو كفر ليا ومستغى قيمة وينة ولا يغاك شعب كاسي آن دلك لها إن بيتاك تسيسا آنو سان نقضة تيما عرقتايا إيا جانتا لوها نينك عيدا روس لا إلاها وحبان فنانا هاي إلاها المسيق دانتو ما إلاها خرطة إلاها إلا لبين كل عرشين قفك بلا آذان كواحنا لنكا كباها كتلا نيسا كبيه سالة إيغا نكا باكا كبا كلا وطاقتو إيه كبا كتلا نيسا كبيه سالة إيغا أي دروس إمي سوسا حدا كمقنا أي دروس محوسا قعانتا كوهايا أي دروس محوسا دلنتا عفرات كوفا قاطي كرا وقوهايا إسوه وقرشا لو سو ديبي ومشروع لغدا دعيو اللي رومد عفرات مارتي هالكور كوفا قاط سي اوكا عانا يودا قالمان دلي يارو مد قالمين لكن وحي لو سبيه بالشيغان وحي لو سبيه اي اي الشيغان مركا واحا ويان اي دروس لوحا وشيغان يا اي دروس وحا لا يا هاي ادا عينك الروب كوك نكي شلي اقل فالدلالة نحفر ديهي اي بكا عمعينك سومو دي اي مركي عمكوها دلينا اي غدا بهاد ليلي اعني من كمورا ايه هادل تيبا دنوالك التحيد انك سونا كوكوتا لحتاجي اي دروس وحبيبك عمكو مهيسي هذا إن مرة يغير دول مدي ودبيباتو قيستين وعيه وقتك عكتوسي وعيها إيا وقتك عيها عكتوسي هذا يتابر لان كان حيسو أم بأي وحكوطة هاي دي عرورتا يدادة قطة هاي بعرفتيوها هاي دي محايا صدى صندوق يقوقا يجونا يسيتوها التان تخوى الحبة سيجارة معلين تان عانوه كوها اللي أيا الدابتا لغوصة درعوه أحمد ترايس بغاكم كوك يعني مرخاتية دينا والا وضعية دي ليتا ترابيد أرهو طباك مرخاتية marka waxa jira waxan kale ayaa ay daruso kiiba nolol ka tahay arurta yar yar ee soqoqaysana gacanta waxba ugu ma haysid radiooga iyo durbaanta aad tumayso adiga ha kugu ekaadaan afarnaaybtaad halka la soo fariisatayna ruu aqalkii kugu labnaa allah uu xaristay weeda madina guuleed waxa jaar laha reer afar waa reer maxamed xabiib waa taqaanaa reerkii quufta ku siinayay ka dhex marka kaaga soo miiradi waa in meel la saaraad ku haboon tahay dacay daruso waxaan ku sheegayaa dad adigu nolol kaala ka tahay dalinta ee reer masaakiinta ana waxba kama qaadi karti waxay ku soo fartay taa baraleen ay ku tiri dab gali dadka wax ku shaqeynaya ma hay danahaaga ku foof baan ku leeyahay idaacadana qabyaaladu ay qoran haa loo horos iman hore bay idaacadani u dirtay waxba ma yaalan ma oo kal joogaa waxa kuma ninkii ay ogeydeen idaacadda jirta arurtana waxaan leeyahay war wax jaalkaa loo leeyahay ma jiray insax kale ha laydin ku yeero ka maarma taga waxaan u sheegayaa ay daruus adiga xaalkaagu waa calaamada su'aal halkaas aan kaaga hadhaya aan ku day dad badan ma santay walaashay fadhiya raaco kulayba barnaamijku uu taxane barnaamijku socdaa su'aalo yar oo gaagaabna waa soo diyaariyo oo aad wanaagsan oo bulshada ka faa'iideysanayso waxa uu leexanayaa abdulla abdu abdulla abdu waxa weeye sanad kasta sida aan u weydiiyey su'aasha fadhiya musubkaco jabuuti maxaa inni qorsheysan isaga u tashaday xitaa dadkiinii dalka ku noolaa ee walaalaha ay wada dhashay abti iyo ede isku ahaa habti iyo habareer isku ahaa waa dad wada dhashay oo la kala meermayn oo la isku dhifan karin ayuu madaxa isku gelinayaa siduu isagu u sii noolaado meel jabuuti ku saabsan amba arrin jabuuti ka dhacdayna heshiis kama sameeyo waa sidii haddii aan carab ku dhifto arrintii ka dhacaysay gobolka city ay quumiyadda cafarta iyo quumiyadda soomaalidu amba ciisuhu isku dhaceen ay wax badan dagaalkaa u socday
وحشيسه كممكن دولد إثيوبيا لمو هذي أريمهانا ده حادين كمون نقول سيدي اللي سكول أي إلى دتكي وضع شيء دتكي وضع نورا أي وضع كوري أما ميل كود كسو وده كذي هديت هاي قبلة إثيوبيا هي هديت هاي قبلة جيبوتي إنه سكول في تمدح لكن ما كاني أودي دكتني سين إنه إسماعيل عمر قال لي إنه دبلهنا دتكي شيء سيو إني كنا يسكوكين جبو إني كنا داوتين عبد الله بالكسر هو حسنو وحا مشى تال رياليتي بقى تال كودي وحا ويان حزبياش معارض كي لغسي من جيبوتي وحزبيال قبيالات كسان ليسن مركز مدى حد اكتد حزبياش حكومة كوي كور ريه اسكو قلوم بي ولا هاين كوسو قلو يسون ببديلية مجرد متقن ارغانيزاسيون ايو حلقة سيالو ورجيو مركز دبتان نوغ نحيسة وطاويان وقبيالات دا qayahan ay taala jibuuti waxaan ku yar noqonay jibuuta jibtaano ismaaciil umar geelay saaqidnimadiisi un buu keenay iyo wuxuu garanay jibtaano ii heesa maqmarad meliga tuiso dadis qawiya walolashiisi way wato ku noolaweeyaan ta un buu garanayay shaqo abuur umad loo sameeyo uma jeedo ta kale dagaaladan ka socda maanta dalka ka arkayno waa ina ummada la qol la qol siga dhigo ummada qafarta يا أمدا عيسى شخصيا وين علوبان عدو سكون غدان سدو أسوق أجره ووسين ولاده تاس ويا أيام منا وتكله أمدين يكو تا جرانيا إسلامية وبقت حلاش وياهي تاس قارن كري وياي ونجرن وياي وحشكلنا يعني تاكا كاري مركي حزبي مركي فريد لا أبوري ومتقنا رجوين بنقمني ومدى رجبوتي ومدى عفريد رجوين بيكا قبتل إني دولميغان هايستا نلاغو حرائيو دموقراسيات دبالة سمايو توبان بانا ما دموقراسيات دبالة سمايو نيكا سمايو حقي سهلو ما انتا فريدكي إمسا كسو كيسا سادان سنردو دان ديكا يرين وحاويان دولميغان وسيبتاي متقانا نولوش عداديس بيكونو ليهن ومدى عفريد نوره كنول متقانا سنان مجرتو شقوين مجران وحي كنولين أبارتاي مركا دبتنا هاي ستا وحا ويان جيب هدي عن شيقين دي أمدا وحو كيني لهاي دي مابا أركي ناي وحا لو باهاني هاي جيب هداس ريفورم إنا لغو سمايو أو أمدا تكالا أن كيابي فيجن ميشن أوبجيكتيف مالي website male sit internet la gala socdo male organization male hal meel xage la gala xariira male se ummada loo keenin laha ay ummada loogu halgami laha ay loogu dagaalami laha maba arkaynaba marka waxa loo wala adeegsan yahay in Umar Geele xuleyni buu haysta lacag buu isticmaalaa laakiin lacagta sharafta ya iziga ka weyn ma daraj buu izimaleen izimale say nolosha ku nool yihiin aqalada iska gubayaan say ku nool yihiin sanaga war arkayna marka taasa keenta ismaaciil umar san ta dulliga ba keenay dullinimaana la baday qabyaalad baana la baday waxa weeyaan xisbi mucaarad aniga xaqayga shakhsiyan ma jirto waxa u jiray baan ku sheegay aniga ku sheegay waa qabyaalad xisbi ka soo xad soo qaadata ki koray qolob u aha ina jeerkum ba qatay كي كوريوها إنك يسون باقاتي كي كوريوها إنك وادرك ويا باقاتي وقبيالا أورغانيزاسيون مالي شرف مالي وادد مقرانيسا إنا لشكتبها هين قفكو مركو ميلو هالقميو دانيسا حقا دموردقا دانا همدو هرسيا واح أمد دانيه هرسيني سمجرتو واح دانا أمد دانو صوت مجرتو نيكا سوحوك ليهي سيدا هنقطو انو اسماعيل بديلو ان تاان قودو سهلو نورا مركا ولالكيو وان اوغاي فتحيا ومركزتي وحي جعشا امد الرجبوتين ميدوبان دعن وحن تاغن هي سيلو ميدوبكرا هندين سديلينو هندان عدون ما كلنا هي هندان انكي غاجونيني يعني سديلين هندان وتشويني تلسك مانتا سكندريا تانو هندان سديلينو ما ولا نورا كرن وان كان عبصورينا نيكا عفريدة بالبلا كنول اي سومالو كيغا بلانتاي سوو نولان كرا وبد كي زمان تو ديعين دي بد ديالين تاكالي دولت ماشي مجرتو وكارتال هدي دولت جرتو حافظ كستولر دي على ديسو
وحائبًا لها حرب حرب بوليسة ومدى نبت جليدة إلالية ومدى كلاقبتا ما جرتوا وتكلأ أنا وأنا مسنا هاي ده سيدونا هاي قاتن أنا مركز حقا كارلا وحوي عيدا مدى إن بقولك كنتم سومالي نقدان بقولك كنتم عفر ومدى كان الجليو مركز ومدى عفرت كوا جهور جوكسدان كوا سومالي كوا جهور جوكسدان نيك عفريا ما أمين سيني هاي نيك عسكرية سوماليا إنه دفاعي ما أمين سيني دي ما أمين سيني ويوالك لديري إنا ورقنون إلا ميرسو ما إنا حق هذا الويان هاديا عن دون يدرك إنا بدبادي منه حسنا وكوز عش أهد بادو ما أسنت هاي وحل تبني يا ولالكي أيان لي كوز الوايا واي هاي كل إبا تتكبضان إينا دقي سنية جبوتي توس تي في سي توس نو دقي سنية كلبا وحن قرنا واجني موقت هاي قضباء مهمة وحن يجعلي مر والباء إن أن أصوت بنا لمحاها ذني حلقة مركا هديا أن وعدو قضية موسى بقاعة وما حي موقت هاي حلقة أدوكو أتلاد هاي الشعب كني وتقبح كران دباتوين كني مر والباء iyaga dhexdoodi boqtahay la isku dirayo oo kala fogeynayo oo si kala dheereeyo oo u dugno marxalad aan moogtahay haddeeta aan isdileynaba guriyo isku guweyno taas waa mid takalana su'aal uu ka dhawaajiyay xisbiyada mucaaradka radio-gaaga waxa ka maqlay aan dad badan ay ka dhageysteen dad ka dhacay xisbiyada mucaaradka waxaan ka hadashay si aad tafadirna ugu hadashay موتا حسبك معاي هذري أما نرادو نقاط فريدك أو موتا أدوكو كل شيء يسئين يهيد حتى إن لو بهنين معاي هذري تقالو موتا هاي أن أبنا هاي مال إني كاري إن الله بلابو والكسور دوو بالشعب كله يسئين ينا موتا كل يبا تسبي عن بعض مالينتي موتا أدوكو شكتي فالعادر إن شاء الله وعن جعل لنا دي بنو حسوسيس كسور دوو بسم الله horta shicibkani waxay kaga bixi karaan in ay maaragtay la mideeyo wax maanta bilaabmaya ma shicibkani wali ii wada degana dad isku cusub ma dad maanta la wada bilaabaya ma ila gubaysihi ila maanta dad wada degan bay yihiin waa inaan yaabtigi dad ma aragtay maanta ay isku cusub tahay oo imika la isku keenay oo isa soo dhex degaya ma system ka wadanka ayaa wuxuu ku shaqeynayaa uu ku saleysan yahay hadii ay dadkan midoobaan adiga lagu soo jeesanaya marka maxaa la rabaa in dadka la mashquuliyo in dadka la isku diro in ay dadkan mar walba iyagu isku fognaadaan laakiin awaa dadkii wax garabka ahaa ee gudaha ku noolaa ee marxaladahan u taagan ee marxaatiga maalin walba ka noqonaya dhexda inay u xidhaan dadkii laga rabay caawin waxay noqdeen nin Ismaaciil Cumar quudaya iyo nin muqaaramaysan mid uu quudaya oo isagu quud ka sugaya midna isagu u qaamaysan yahay mucaaradkii oo dhan gudaha ay ku jiraan nin wax ka yidhi male shanta cisho nin intuu baraha bulshada soo joogsaday warwaasiyey ma jirto laakiin baraha bulshada waa la isku hirdiyayaa sida la isugu hirdiyayana nin walba uu arkayaa nin walba kalima hina ka kala eeda saaraya qolowdi waxay leedahay aniga dulman qolowdi waxay leedahay anaa lay dilay baraha bulshada aan laga fadhiyaa oo qolowdi qolada kale ilaaday qolada ilaan daafacaya do qolada ilaan daafacaya qarankani kuma u dhalan qarankani wuxuu ku dhashay midnimo isku duubni dadkan doonaya maanta inay qarankan burburiyaan waa rag soo hangaraaracay oo dalkan iyo dadkan u dhalan laakiin deeftiisa iyagu gacanta ku haya marka runta isku sheegno dadkan doonaya inay dalkan burburiyaan waa dad uu Caaq Ismaaciil soo waariday uu dalka keenay uu doonayo inuu ku madasho ummadii Ilaahay dhulka dermada u dhigay oo wada dhalatay iyagu waa kuwa meel ku wadan barjaynaya iyagu waa kuwa meel wax ku wada xalaya iyagu waa kuwa isjecele maxay dadka masaakiinta iskugu dirayaan way iskaga jeedinayaan dadkan baa la mashquulinayaa masaakiinta ah si aynaba u soo jeeso moodan iyaga loo arag khalidkooga laakiin waa la arkay khalidkooga marka waxaan leeyahay mucaaradka gudaha ku jiro reer ha u kala fadhiina qabiil qabiil ha u kala fadhiina anaa xisbi u daawanayaa oranina
أنا عنك كارك كبير هورنيني ورمحاي دين تنا أضلك إني دكتور كبر بادي بس تاسوا مين يجا قط عالم عارف وأضلك إني دكتور يدين كي اللي كان الشيء أو وحوله محي كبر بادي بس نو والله وتعي إنت الحركة بس أول شيء كده وين داستنيشن ديك بيا لما أنت دكتور هل اسمك موجود جرائين ودكان سكيه قالوا مركب محي الله دعوانا يا مرة اللي بقى لجوه ذيها محي سكر لجنتها وأنا على إسماعيل وشخصي يأفر فيه ذلك ويهي جاس بيقولون نهار وضع وأفر قصر فبكا بقى لي كران قران كدر لكن معارض كيل الربيين دكا اسكو كانان أياك لنومان أيا وامدو قام أيسان يامد قود أيا هم بيان للشيدي تاها كاسان كقب حيا تلك لا أبلي دي ماشر القريان فريد بيجي فريد ورطة كدعمي يا وديدي سؤاشا ماشر تعلوات هاسا فانقري ميوس بيجي ميو اسكو يا ريدب ميا الله دورتي نحن كقاتل marka allah uu naxariiste ragii firiidka xisbiga lahaa ee soo saaray ay joogan miyu ka dhixmuuqday kama dhixmuuqan maxamed ka dhacay maxamed ka dhacay caaq ismaaciil basaliye aan bahadiido aan bahadoono oo fiirso sanadka si markay laban bilood ka dhagu dagaal qaada noor ku taga dad buu soo laaya uu soo noqdaa ragga u laynaya dadkana waa milishiyad ma aha dad reer jibuuti xagee lagu arkay ما يدان حاجه لو اركاي عيد ما قبسناي برغي نيره عيد ما دي قبسدان فيديو اي سو دوبن ما ينه حكي لو كلا قاتمي انا ارغني كدعامي وا مشروعه اسماعيل عمر وعفر هيسو وا كاركا وعفر او هيسو مركو دون يو لي سوقع وحنا هوغاكا او هيا يبو تو غرك موبيل يا بندع ومضى عفريد قال لو جه وريرينيا وما دعفرد ما بدأنا وشجيا وما دعفرد اللي عيسى وعده وهذا إياه ونهبين ونضرب التلفون هذا يسوق جرا مركا كذا عمي محو وما دواها يلي عفرت الصلاة إنك بدم بان معارض هاي من ليه هاي ما أهين دي اللي عفرت الصلاة معارض أحمد ديني مر وحكوا كلا دينتين محرم الله هون حارستا شيخ داود محرم بيكو كلا دينتين شيخ محرم بيكو كلا دينتين أحمد يوسف بدد الدبيا محرم بيكو كلا دينتين انت صون من ميغا خلدنا مسمحي وكان عمي با خلدنا محمد فرد عمي با خلدنا محمد فرد عمي وحيو النقضي بهاشي ريا كان عمستي عيال كو دالبو عياري جيت كو هوستي دو النقضي إساقا عيال لغان ديكتاي كار كالبو عياري لكو حيو نقضي ومدن هنا عندها كالقاضي دقال كأي لكتا دعي بريم إساقا بحكم دلبو سوجو جنو ما هستي صلو جنها إساقا كدن بيوغا عنجلي كاكشري مركي نحيني إساقا حيري wax walaa masiiba oo qof afar lagu sameeyo isaga ka aaba waayo wuxuu ka dagaalamaya nin afar anigu ina soo abjoosan ugu abdal abdoon ku kula fadhiya caawa waa family hoose isku yihiin afkiisana waxa laga hayaa abdal abdoon ma aqaan maxay taasi ku tusaysaa waa dilal umad afareed la hor dhigay laakiin da hor galkaas oo kale meel cid ku haraya umad afareedna waxa la yahay wardanihiina يوم يحدن تينا وادر كيسين الدار يا رجال أو وحلو ديبر يا كعيا عرها الدنيا كونغرس هسه يو وحنا ما هو بلقى عادنا عوه دائما ما له هيو محمد كان عم يندي الصوشنا أي كونغرس هسه ما يفريد كده اللي جوريجين يندي الصوشنا أي اللي جوريجين أو أمضى عفرين أي كشنا يا ويا كونغرس كموسو بيحن حس بيجي سوا يسرع يا عشا دابلة يكو على شيء اللي رام رايحين كجولة إيه هو كلا كبير اللي يدعمه أو هكين جوجا بلجيكا هذا العرب كأفتى يكون هيان مرول من جبر عفرات وانك قصن جبر عفرات روارنا الله عظم بحنا يجلس وانك قصن أيه يداهم كلمة ده هو بوا كلمة كوه حي يستي يقولها وانك قصن ويا ويا كيف كوانك قصن مقعود كيف كوانك قصن دلنا ما حرينا يعني دلنا ما حرينا يعني كده عمي دقيه سصفي عن هو بعه وحبقوا مصة وضو مضع عفرات وحبقوا ما هي ودلال إسماعيل الشقية دلال إسماعيل الشقية ندى إسماعيل هو الشقية فهذا ضاع يعينه قرا ده هجلو وكاسه هجلو الباب كفريه لكن دك يونا كلين عروس دك يا المارك في دقات وسهوي عيسى مع عيسى ما يقولنا عوا كان فرتك سعد الناس فنيه التليفون ده وجود جري عوا سدون عكرة إلى هي وأمضى إسبضي دك إثيوبيا ما إنا عمر ربع كدبي يا أفر وطه مرك روح لايا إلى هي وأمضى بقول جبرعتها إسكومريو هو المارك كل هو فيش ليه يا بنا ويكسي بيه وقروكا سعيد بالي يعني واحد رأت الجبهة دجال كان يشوف ميل بس وقف سين جبهة هكذا ما وحكون نفسي كله ميل بكيري
جبهه ان عيدن كيدا لاركي جبهه ان وحي كتر سنتا اي وحي كا لاركي ما لا لاقي وقت تليفونها اسغو يمادي وحا او هري اسويديا ما حي جيرينا بوكا ما هي هيدنا بوكا انا بوكا وحا ايدين ليلي مالو والبيدين ليلي دتين او ايدين بارت مشاهره سي بان كاني ان كي سرو دولد او عياريان كاني كبير بان كاني مشاهرودي واخ كلو بدلينا و سو سودا او عواقب اي كو مارك كو عبره قادين دولا هو نغا سي بخيا خير باي مين رجاليا ومد الرير جبوتينا ده يجبد ورد عينينا إن إلهي المدايا وبقوغ برعيس كمرين أيدين كان نيسوش آدي آد بعض باطتة فضعية موسى بكاعو نجوكا قنا آدي آد بالمر بوحي سينينا وعقلان هاي مر لبادي مر صدحات با سنت وناكسب عقلان هاي ما شاء الله السلام عليكم أنا وناكسل السلام عليكم آد بعض ما سنت هاي ولا شيء فضعية موسى بكاعو ونكا قم هدعين الله إلهي عمر الدرب إيو عبادة سبحان الله كسيو إلهي سيدا المدرج بتوجو شقين سنا إلهي ما درت عثمان كاجا نوكرديو ذكر الرج بتوجو درنا وحلينا هاي استند عصبة ونكسن فتح حسابا كاجا بحنا هذا وما سنتها واي هاي مدرج عبد الله عبدو ودمغلا يسي فضية موسى بقاع وحي كنا واجي شيء قطب شعبك جمهورية جبوتي مر والبا لجو جهوري ولجو عدي نمك عيسى ساس اللي قويان حزب معارضة كونغرس يقولوا مسلمين يجوا وكان واجس أذكره وعتري محاي هيدني ونمن موت هاي إسكتجو جمشة حتى أنا أديك إمك عن سؤال شا عن كويديو موت هاي سيدام يخرب مقطع أديك أنا نمك يجوا حلك حزب معارضة سماستي يجوا محاي هيدني إسكتجو جا كونغرس ما سماستان ملمد با موقتهاي حسب قدر نقاق فريد ملمد بيهين سيدابا دادوغو عرقتا ايجا وحاويان هورتا ولالكيو حزبياش معارضكا مركاد نقطين انا هو قامسيد حزب معارضة نفتا دادوغو دايكا ريانتاي نفتا دادوغو هورتاي انا دلكنا بدباديسيد ما وحا داركتين ان معارضة هورتا على مدى مدى ركتولي مجرى مركا وحبك مجرى معارض مجرى جيبوتي ليدر معارضة مجرى وابين ويان نيكا معارض كان ليدر كاو ودنتا وايو وواحد حزبك اوفرتي انا امد الحريسي انا ادوكو ماشي 50 ادوكو انا ماشي 50 ماشي وما ديمن امد قدام قسينا الحريسي بل اوتمت داي دنتا دين حاجه دمدكتي وواحد اس واحد اي تمام رعابينه وحا معارض حزب اسكو شيغيا وحي حيان يشيغنا ذلك iyagu ma soo saaro dariiq aan socdayso ma jiraan xisbiga fariid ka noqotay waanu han weynaayo waxaan doonayay in xisbiga fruudku ee quriga qaatay in naftooda u horay dadkooga in aad ka meel qabtaan on aragno on system kana duugan tusno in nabad ka jirin fruudku xaqabtay randa fruudku xaqan bay qabtay fruud xaqan bay ajata ma jiraan dad sadex sanado oo ma aynade wan dalni marka fruudka waa ina lagu sameeyo reform dan liyar ay ka go'antahay in dadka xoreeyaan yaa loo baahanyahay ummada kale afreedna waan aaminsanahay haday imaadeen dad ay ka dhabtahay in dadkan in Ismaaciil meesha kaga taqluusaan ila magaranaysa la maal galin oo inay ummada Soomaaliyeed ummada Carabeed ummada Suudaanta ummada Carabeed ay isugu imaadeen نكن قوري ما هنا وخلنا كم قاضي عن وهران اللي وش هاي إلى هاي هو نحرس إسماعيل قد حرين برجي ويا سنتا المسؤول ككاهين مراكن كا إن سوء عصب دين وعير وانو تغني عدام بو نغيري لعق يعيدا بان عيسا كرسي كما كعيو شكد ويا عد هاي نين أفريكانو كرسي كاكا عيما جفت مركا وانا سابينو وينا هاين دي أمد دين وقا جونين عندا ورينا سلع باي كردين تان وحلقان باي كردين تان وآبارتايد مؤوكت هاي aqalada laga dhisayimka ay shaca yeeskolada ay taqtana laga dhisayo miyey ku rajabuti hejadaha degan u baaneen waa su'aal ku dibey ummadan xoolaysatay ee halka dhisaysa ee markii hore halka ka yimiday in ummada rajabuti abaalku caliya weeyaan marka iyo walayaan kuwa baa kula madaxweena doonaa ka noqdo jibuuti wallahi dacayn niku inuu ku dhashay jibuuti ninka ka noqonay madaxweyne ee soomaali han noqdo
عرب هنقضوا سوداني هنقضوا افر هنقضوا نين حندوتي زكو اسنتاي ومبدلكم متبادنيه لي هي افرتان سنادود يوبقتو حلال لو يحي دد كيني دو دد كيني مريتانيا كي كودنتانيا باسيفيكا ويسو تهريبا نول متالو مركا حزب معارض مجيرو وح فروت وحي راهين ديمقراطيه ما كاني ديمقراطيه دي جيرتي جوتي ترى دين عمر بس كتر صدا انا اهلو يراها ما حي سو بيريين سبول ومدع عفرين السلع كنولاتو إنا يسو قدبانا لو ديدو ما اوقتهاي نيكا تجورا كنول رندما تيكرو عيدا بول احمر ايا نيكا اوبخ جوغا بشيكين با ايان تي دوضوح المغليني إنو متى قالنا نيكا اسكو عيسانا في صماليك يقالنا وزيركا الرماها الرماها ديبدا وحو اسكو عيسانا نيكا عفرين في صماليك يقالنا اسكو عيسانا وحو يري حدي هوتي هوتي هوتيسكو اي حلقة حرام اي دن اي دن اي اي اون غونيسو فلسطين وانا قلنا كدابة تاي بيناله قبسي باكا عيسا حينيه مليد وايو حدي دولد داني حق اي دولد اي جيبوتي اي ديسان لاي او حق كردسان او عيدا تيالي انك مامولي لهاي باب المندب او بقبوكو يالا قبسي باكا عيسا إيتال مالي مركا إياك وحبك مقلين وحبك توسايا إياك وحبك مقلين أنفليشن بار داعيا ويحودن باقالي نقونيا ترس با إنشراسي واسدح بغلو برسامة لغدقاي ويحودن باقالكا ومد ريجي بوتي باقتيقا حلالوه سيغن نولانيا لكن إسماعيل عمر يرير كيسي يهبلي سيدوكا بوبي دا يستيقي ويحونيا يكلمكي كوا ريجي وحبك عونيا دي وحودن باقالكو نقونيا inflation ma dhacaya barakeebtu inay soo wareegan marka dalkani nin ku dhalan iyo dalkan baabiyay afar fustariix oo ay madaridina uu keenay oo dalkan ku dhalan oo ka nahayn oo ma taqaana lahjala ay ka hayn saddex leena ma tahay lahjala ma gaays ma ogolaanay inuu dhuki aan ku dhalanay inuu sawo ay kaado ismaaciil umar wuxuu ayaa soo qoyan waan qalad meesha uu ku joogo مركو سمالر نحف ديو حوكا نحف دي سمالي دا بابو اوغم بوغا شغي اي ايلي تريان لغا هاي ستا over 20 years دي كبنين لو كي يجي مقادلا حين يمالي عيدا كوحو وسما يستي امد دا سوماليا دي عفراد ايو عرب ايو سودان تا كنو دار كنو كل هاي وجيكي سايك شيطان كبير بوي اي اسلام بو ميكو كاسان هايستا او مغرايسا اوبد كيني بابيي مخمارد عيال سوغنمو جيب تالون بار شيشر لغا ابو يعني دلكي مول بابي حالكي دلكي داد كينا اسلام كان لغا حنوجين لها اوبد كينا اسلام كان لغا حنوجين لها داد اسلام بان هاي فسو خور دم بو غوريا هرموس فسو خور دم بو غوريا كفر صدر حدا ديارة دي بالاشتاي وبعد كي قبل ديسي نشوا كو ديفار كو تي غاز كو امسا وانتا سو مليون امسا رير جبوتي هان ديلا سيان بغل كون يكا سان لسابولغا مركا امد رير جبوتي وحان لاه سو مالية عفرية عيسية عفرية عربية سودان ورمدوبة حقي ناديشين دوذي نكو عندي ستين نكا وا شيطان كبير نكا وا شيطان وفرو ماسون برغي سنتدي دان صوديقني إني فرو ماسون يهين اي امسين شدانكا ومدى رجبوتي وصبوه ومن حيان واحد اركسا ابوخ مركز اوفيرسيتي يعني دل كان با دل ماها ودل اللي يقول كل الابو قلص النظر كور اوكي والشيطان افر تغينا اوكي لا يكتب لا يقرو مركز وحويان حزبي عاش معارضك ام بشيخ هنغضو ام بخداف هنغضو ام بحزبي الله هذو وبهبه ويان عارها شو كان المدة دي اني كمعارض كا اي كونفيكشن لا كونفيكشن من كلا ومدة شو كان مركزان على امينا مركزا ديسبورو بن العقب حكرتا سانو خرنا دلكينا وماليت قالين كرنا ما حان قالينا ماليت حبا ما قالين كرنا ما ما امين سنانو نين حزب معارض كا مدح ما امين سني اسماعيل عمر قال له يو بريا ما حيو قبتن دلكن ترانتا حزب المعارضة يجري معي خلتين فرنسا باريكا في بلقوا عباية بروكسل
أنو أنا كورونا السعودية مريخ نور أنا حسب معارضة مدح كبير أنا أكتيفيست معناهي مدح وين أنا دوني أنا قدرنا مورن أنا وزير بان دوني أنا قدرنا مورن لكن رجع دو مقرر يساعد ذلك كم كده لن دوني حسب السماستي مدح وين دوني خلنا قدرنا ونيه وسلاح الشغلة الله بان كسود دالني ذلك كده لن وين العشوتين ummadi halkan kurdala ta ciise afar sudan samaron gada gursi isaa whoever kurda shadalkan madaxweynuhu noqon kara not you guys maxay taa iga arisiinay ma taqaan hasanow ishciyana la dhisay dini laakiin waxa ka horeeya sis kat trois d a ya ka horeeya sidii balbaliya ka horeeya kartsanti iyo kartoon ya ka horeeya ani maxaa iga yaalani ishciyanka أنا رجيم وتيمان هاي سمران وحبيك مقلين هالكنا حبيك مقلين إيش عم حبيك مقلين يعني هالكنا حبيك مقلين يعني لكن مركي وحيقو أندستو توا تركينه وانقرقاري دي الله لوني سيا تختار لوني سيا ور ور قبل الله مركي أدرك توا ولا صباح أوفرس قبل الله هنا قبورتك اسم محمد نوسا وأنا قصو عش عسنو aad baad u maasantahay abdulla abdoo waxa kaaga maadcelinaya barnaamijka caawa waa sanad cusub wa 2024 ka ayaan galay kulliiba 2024 ka umada reer jabuuti waxay ka soo baxeen 2023 sanad ba sanad bu sida u riixaya bilana bilbay riixaysa maantana waxa la ciyaaraya amba la galay amba caawa la jooga oo caawa sanad ku cusub galaya saacadu markay tahay 12:00 ka habeenimo in waxaan kaloo ku celinayaa bulshada Jabuuti cabashadoodii Cabdallo iyo ayaa la weebadatay siyaasadda Jabuuti inay cakirantana 64 sanadood ayay maanta 64 sanad haday ahayd maanta waxa ku biiraysa 74 sanadood bay noqon doonta waxaan taa aan carabka ugu dhifanay waxa weey een deeninku ama qofku bil aadanku gudaafada aqalkiisa taala isaga iska qaada laakiin gudaafadaadii aqalkaaga hortiisa taala haddii aad u qaadiin ma u maleysaa in qof kale oo banaanka ka yimid ama qof kale oo meel kale kaaga yimid inuu qashinkii ama uskagii ka qaaday ma u maleysaa waa maya marka reer Jabuuti waxa aan galeenahay on caawa u marinaya baraha bulshada amba Jabuuti toos waxaan leeyahay sanad cusub baad gashay sanadkii cusub wuxuu inuu urtay umada reer Jabuuti ina umadii reer Jabuuti masakiinta in la isku dhifto bulbalaynta la tago oo la duqay kulliiba Cabdallo arimahaasi waa arimo aan dib u soo qoreyno oo dib uga hadlayno laakiin waxa leenahay Cabdallo waxa ku weydiinayaa iyo ayaale aan dhaxdhigaya waxa weeye war in Umar uu tashaday inuu maxaa inii diiday inuu xisbi siyaasad حزب السياسات وأم معارضك أبو ماركتي ملك لك السعودة هدي أتسكتين وتريدون حزب هذا معارضك وحفلني أو ماشي كوي ذي إنكم ما يسكت الشتينو هذا جا عبد الله هذا جو عيالا أنا جو حسنا محل لو تشل أيو لو رلا يور دولة كميل جار يان بسلينا أو كجور تجينا أدوك رأي كيف نينا أنت أسمين رأي غني سعلي أياله وياي أنا هو مدن عبد الله سين سوتو برنامج كا وبرنامج عنده نبي مدن عبد الله نا صدر كيسان وير موقت هاي وحجوجا سفر بوجوجا ما وقت موقت نيجس عبد الله إن شاء الله خصوصا هو سام برنامج كي انتي تدم بعنا قرانو سيون خصوصا هو مدن عبد الله وحويان سؤال في عند حسن نويدي وحويان ممكن لجينا حسن أو qaarba oo adiga systemka qaarba laga dhaadhiciyay nin ciisaato ciiso madaxweyne noqon kara ma taqaana been iyo balaayo reerkan ninkan in Umar geeliyay wali kama dhacayo ciisoona been inay isku sheegin waxa wanaagsan in ummadu doorato cidda door aan noqdo ninkasta program la yimaado ummadu ha ku doorato programkiisa anuu inaad arkay kuma dooranayo waxaas waa inaad arkay waxaan ka eegayaa programku wato dan ma igu jirtaa dalka ma ugu jirtaa tacliinta ma ku jirtaa caafimaad iyo shaqooyin laakiin inaad arguma ugu muridayo
مركا دادك الرج بتوع اللامسيي مدام دادكو انتو قبضني اقونتو دي قابنتاي انا متقعنا انا ماجوريتي وكنا ميليوريتي واحد سوتري مجرتو دادل سوتري مجرتو دادل مغرايسا ورقة دلو دينا ويجرا واحد اركيسا داد كايما دا صومالي لان ومغرايسا عدة سبع عمر قيل لي ايتاي ورقة داها كل كابو ورسيا وحي حقا من انك هضمو وحاويان ابخو كل شنو ورقة داها لمسيو وحق دروي حاكيني وحي لو ديديا اني فوتيان وحال كدع إذا مريكان دون لباسي إنا الشرعي قلعات كيو نيكا مدو دنبي حندو قلو فلني بلو قليا سدو فوتين تيم بوين عمر سمعيا مركا بين ليس كما دعد عيو حق بلغا هلا قبر لامي تراد قلعيسا وما دينا لسيمو وما دينا يدو دورتو كي دون ايسو أم با قبيالد هكو دورتو أم با برغرام هكو دورتو لكن قبيالد دالغو كان إسماعيل عمر ما تمالغا فايدي وي لغم فايدين قاجا قد ولا هيسا كو عيسى شيغانيا كو عفر شيغانيا كو كلبا واكا حكو ندغي وحكا فايديسي توبي ما فايديسي توبي من عيسى مركا ميا توبي بكا فايديسي ايو صديق جونو موريانا و ويلي سكول دي بدا كاركي كان بارمام باركو مسيح جري كوي نينا قاجا ولا هيسا واسبول شقام هيو الكيبا داتي وبات كيسو حسيه مجرتو بانك ورجو قاودت خبري يا دل كيسي وحلقوها الورتا 4x4 بلقوها الورتا كما هذا يعقلي يا وين عدركي ده هاكو مصروف وين عدركا ده جعشاي محل عبن ده ورد مصروف قد وانا ويسو عشو ورد اقل كل حفريسو كما سيدينيو مركا وحال دانتا كدنا هاقا اديقا فوليني وبات كاقا يا دلكا دلكي نمانتا اللي هي فرطة سنضوت الدوية ده هوري أمري بانقاري لاين halkeen joogna wadadku ugu dalku ugu fool waa adduunka weeyaan dalkeen transportation male ay waxay ku faaniyeen bajaj baanu ibinina dalyarta wadan yaro lisan saqatay wadan yaro master raaysta wadan yaro mataqana deug haysta wadan yaro baag haysta faqrigi yeen faqrigi way way soo angaraareen faqrigi ay ka yimaadeen yey doon lagu cishaan jabuuti ma lagu faani jiray oo ninka imaado ku gaajoonin marka waxa weeyaan nin dalkan u naxaya xundurtiisa ku aasan tahay oo la xajala kale da laakiin qabyaalad ku imaada waxa la ogolaanaya maaha waxa la ogolaanayna maaha waa inaad muddo qor tagto wana fakiro lixiya afartan sanadood waxa dhibaatada haysata de marka masal ma ku soconayna nolosheena ma noqon istaaliin ma haystaan tayale ma jirto waxa loo baahan yahay walaalkay ayaa loo haddii wagaraysa waan bilaabi karnaa inaan isku keenno ummada wana ka shaqeynaa inaan ummada isku keenno oo ma taqaana aan dowlad ku sameyn gar aan sameyno adduunkana la dhaxmarno waxa weeyaan North America inaan horta ka bilaabnaan horta doonayna ummadana isku keenno wixii magaraysa ay ka go'an tahay inay dalka Djibouti laga badbaadiyo ninkan tuuga ee burcadka ee dalka dhameeyay ee ummada saa u galay te waxa weeyi waxa la aaminin baa jirin wuxuu ninka ka faa'iideystay ayaalow waxa qabyaalad markay dhacdo imka ayaalow afar iyo ciise islaay halkii aan ummadan xal uga doon dooni lahayn yuu ninka saba dhankiisii maraya marka ma aqoon dara ma doqonniima maxay tawa fahmi way wa inay noqoto inaan waxaan ka sarreyno waxaan doon doonayna ka weyn waxaan dal inaan dal iyo ummad inaan midonno dal inaan dhisno ummadana aan dhisno waayo ummadana maanta aan tacliin lahay de waxa way ka beeri lahay dhukan aan joogno lama sheegto reerka yihiin Sweden baa degan tahay Swedish baanu ku leeyahay way ka wareegeen ma taqaana Mareykan baanay Mareykan buu ku leeyahay haddana waa German haddana waa Ingiriis haddana waa Mareykan baanu ku leeyahay laakiin annagu waan dhacayna yaa keenay dadkan waxa weeyaan runta hadii runta lama diido walaalkayow dad badan ba Ethiopia ka soo galay warqadaha la siiyay Somaliland warqad ka soo galay
بحق عفرت هالنقطة بحق عيسى هالنقطة دل كنا تابا بابيسي مركل يرين كي وضنيها يا كي كلا شرعي سواء كان على عواز كشرعي شرعي ما دي دني إنه مدحوين نقضوا إنه جنرال نقضوا إنه دخل المامرو ده دخل من نحيو سدو كوي مدي ومبقوا حتين ما نغطي بريطولي عندك الدعوة لكن عديقة يا عبد الرحمن جدي وأنك سلامي يا عنيقة يا عيالة ما لا أوصعنا مجرد حركة أم بانجوينا يا حسن شاب ما لا أوصعنا ورقا ما نوصع شيء وكسع الله وياي آد بدو ما تنتين وعن قصاب برتي أخيار يقولنا آد يا آد أنو سلامي نو ومدنة حسن شاب حراتيو مدنة موقتهي جيديوس آد يا آد دو ما تنتين ودنبين عبدالله أدقو أو موقتهي أرمنا إن هذا وين موقت هاي أدي هذا الجو بسيط وافعات هاي وإن شاء الله أدي لكن وقتي قاعد أضربته إن هذا موقت هاي عاد كفاية شيء. وادي الجو ما له مدة كذي. ضعيف كتقول جرتينا وقوم مع صنط هاي وعندو المريدونا دول مشاحتونا إن يرين عندي بكون غنويا أرمها وحسيدونا مرتشرف نوت مدي هنا يجونا يدول تاجان شقاقوين كي دبتوين ك بالبلا حافظة بالبلا كتيرتا بلوح ربنا إن عن hadduu toolan aan ku noqono qodobkii aha mar walba balan qaadada jamhuuriyadda jibuuti laga sameeyaa oo inuu xumo ka sameeyaa balan qaadadaas doorashooyinka maheer galaan ma dhacaan sama dhacaan waa maheer galaan baan u jeedaa way waxaan ku soo dhaweynaa marka ugu horeysa mudane geediyo ku soo dhawoo jibuuti toos tv assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan dhawahay ayaan leey waxaan salaamayaa walaalahayga qaaliga ah حسن دالي ومدة بدن نقول دم بيسي وحنكله سلام يا حسن شير وأقوليان كان جبتي توس وح بدن نو متقنا نو إفتيمية يو أقوليان كني كله وينا سيدا متقنا ضبطن جبتي توس يسقنا ومدة وعي قليا عبد العبد الله سلام يو دمان وحنكله سلام يا فرسامي كان كجبتي توس يو شعب ككحرن جبتي توس ملك استوي دون ككل الجوعان لما واحد يدل لي هاي سند وعنو ونكسن بوناني بونسونتي. ويا هاي سندك لو حصل وين إن موقت أخويان كني قراجي لي حسن شر حريت حجامي حسبيات مدنى حسن شر حريت أدي أدي بدو ما تنتهي برنامج كسيدا كيدس كأن كوسول كوير نعنو بتبدي كوسول وو جبوتي توس تي في. السلام عليكم وان السلام يا اصحاب جيبوتي توس تي في وان السلام يا عبد الله وان السلام يا حسن وان السلام يا جيديوس وان ودا السلام يا وددكنا داوانينا وان السلام يا وددكنا داوانينا وان سلامينا waxaan leenahay soo dhawaada in maxay ahayd ma yeesan lad waxaan baaleenay sanad wanaagsan oo 2022 iyo waxaan rajaynaynaa in waqti cusub oo umada jibuuti u bilaab waatay hadii aad barnaamijka aad la socoteen waxaan ku soo dhawayn doonaa mudane geediyoos markoo ugu horeysa shaqooyinka ka jira waraabeley xafada bilbala hadii aad wax ku ogtahay bal soo dhawow shacabkaaga bal insha Allah isku day inaad u dirtid baaq baaq aguru inuu doono ayalo en waxa weey ma taqaana هذا الكتاب اللي بيجي قبل ما يلا wad ma santa jibuuti toos heestan hees cusub aanu maleenayaa la soo jibuuti toos loo sameeyaan maleenayaa waan soo dhaweynaa heesta insha Allah iyadoo dhameystirna waan rajaynaynaa in ayaal hadda su'aashaa uu noqdo waxan ka dhacaya waraabeley wax ka dhacaya balbal ka dhacaya hore u sheegan walaalahayga meesha ka hadlay ma taqaana sida quruxda badan u macneeyay waxaan oo wixii lagu yaqaan waxa la yiraahdo doofaar
dabeecadiis ma daayo hadduu daayana ma daahiro kolka waxa weeye waa taliskan baa waxan wataa ummadan gaajaysan ee mataqan oo ciilay inuu isku horgeeyo inuu mataqan xataa waxa aniga maqal igu ah oo dad halka aan kala xiriiray oo i cadeeyay in ayba garanayn dadkan dilayaba afarta qof halka degan ee qoomiyadda afarta ee qoomiyadda mataqan Soomaaliyeed beesha ciise way si qaniin wala is wada garanaya laakiin dadkan nin ku dilay wax ku dhufanad garanayn wuxuu yahay waa ajib waxa cadaata meeshan inay tahay dad maxaa maleeshiyina oo taliskan wato inuu ummada dhex gelinayo oo ka dhigayo afar ciise leenaysa iyo ciise afar leenaysa taasi ku cilciliyaan taasna way sameeyaan annaguna ma barano dhibaatadana haysta waxa weeye inaan barano taliskan dabeecadiisa soo noqnoqonaysa oon ku celcelinaya mataqana waxa keliyu garanaya taliskan gaboobay ee daalay ee xafaayadda sita wixii ku celcelinaya wixii uun kolka waxa weeye waxaan ayaan low uma sii dheeraanayo hadalkan lama dheeraanayo waxaan ku soo koobayaa waxa weeye maanta amniga dalka waxaa jira xafiis ba amniga nabadgelyada ku shaqo leh iyo amniga waxaana madax u ah Xasan Siciid Kheyra madax u ah waxaana kusii xiga kanin la idhaahdo Cabdiraxmaan Cali Kaahine booliska haysta iyo kani jandarmeriga markaad meeshii aad aragto askartii waxba qabanayn oo loogu talagalay un mar ali marka shacabku isdifaacan in la guro waxay ka dhigantaa waxaana inay tahay complot ay ka dambeey taliskana waxaan leenahay waan ku baranay waana ku naqaanaa gabagabadaadina way soo dhowdahayaan low intaasaan kaga bixi ummadda reer Jabuutiina waa inay gartaan wixii dan u ah iyaga maanta madaxana foolxumada saaran tahay iyaga ayay dhibaatadu saaran tahay maantana waxaan galnay 74 sannadood kan imagine dalkeenu wuxuu jiraa 43 sano haddana dimis iyo oskagan ku dhex noolahay waan ka baxay yaalo wayahay waxaan ku soo dhaweyn doonaa mudane Xasan Shaaxareed kulleyba waad ogtahay shaqaaqooyinkaasi mudane Xasan shaqaaqooyinkaasi sidee bay kula muuqataa xagee ka bilaabatay taliska Ismaaciil Cumar Geelana wuxuu shaqaaqooyinkaasi aanan u faragelin ugu sameeyin inuu dadkan u kala qaboojinayn iyadoo oo ognahay waqti xaadirkani inuu isagu ku mashquulsan yahay isagoo oo waxaan heshiisiinayaa Soomaaliya iyo waxaan heshiisiinayaa Somaliland bal ku soo dhawow siday kula muuqata waan kolobaad asxaabta waan salaamayaa dadkana dhageysanaya kuwana dhageysan doonaba horta waxa weeyaan ayaanu ninkan meesha haystaa iyo nin aan maanta baranayna maayo 20 sano yaa naqaanaa iyo in ka badan ba waa naqaanaa dadka reer Jabuutiina way yaqaanaan bas waxa maanta nala fahmayo inuu nala baranayo ummadii kale u dhibta u geysanayay ciise canfar iyo horta way barteen afarta reer Jabuutiin maxayd labada reer ee Jabuuti ku nool way barteen muxuu ahaa dhibaatada iyo kasku ka dhaxwaday iyo sidoo isku diray iyo sidoo waqtiga uga gudbada ayay maanta maxayd ayay barteen waad aragtay ee gaayir ku noolnay waa meel yar oo Jabuuti waa meel yar oo dhaqaale intelleg muxuu ahaa ay soo galaan dhaqaale ka badan yahay dadka haddana dad baa gaajo u dhintay iyo haraad u dhintay Jabuuti baa dhacday waxaan waligeed ka dhici jirin gumeysigii uu joogay markuu gumeysigii joogay cabaayay ma dhici jirin arinta inay dad u dhintaan reer Jabuuti gaajo iyo haraad maanta way dhacday waxa weeyaan hadaba shalay iyo maanta haddaad isgarab dhigtid shalay iyo maanta haddaad isgarab dhigtid Jabuuti waxaan jeedaa shalay markii gumeysigii uu joogay iyo maanta oo madax 4 sano madax banaani haysano 4 sano madax banaani haysano maantaan ka liidanaa maxaan ugu liidanaa oo maxaa keenaytaa waxa keenaya waxa weeyaan horta inaan ka talaabintii hore anagu waan baranay waxaan la baranay oo ummada kale ee geeska Afrika sida maxay hayday Soomaalida oo Soomaaliyaana la baranaysa dad iyo qoomiyada Itoobiya qaraana la baranaya iyo caalamkii baan la baranay oo maanta waad aragto caalamku waxba kama qoraan kulay tahay Mareykan iyo Faransiis waxba kama qoraan maanta Ismaaciil Cumar waa loo qoslaan oo waa iska dhaafaa sababtoo waxa la garanayaa inuu yahay ninku yahay baadid barteen iyo wuxuu yahay barteen haddaba ninkani waxa weeyaan sidoo geediyo islaam doofarma daahir dabeecadiina ma daayo mana deynay waxan waa wax uu iska leeyahay dhibtan halkeen naga haysataa iyo sidee ku dhacday weeyaan dhibtan Jabuuti haysataa waxay la mid tahay tii maxay ahayday Masar ka dhacday waagii faraaxinta la mid tahay waagii faraaxinta oo la mid tahay tii ka dhacday Fircoon buu Ilaahay u soo dejiyay Fircoon baa iyo Ilaahay ku dhaxburay ummada uu ka dhaxburay Fircoonkii waa adiga arkay Masar sidoo wada halkuu geeyay wuxuu ahaa xadaraddii ka jirtay meesha Masar halkay ku dambeysay waa adiga arkay waagii faraaxinta haddaba Fircoon maxaan u garab dhigay ninkan maanta oon idhi Fircoon baan ummadan haysta Fircoonna waad garanaysaayo muxuu ahaa Fircoon wuxuu yidhi wax ila dhigmi kara ma jiraan buu yidhi oo qofiga aqoon badani ma jiro qofiga awood badani ma jiro sidaan doonaan yeeli karaa buu yidhi
هذا بمحاه ما أنت نقرب لجيا فرعون ونارين تاوك يعني فرعون وحويا الله ونحرست وإلهي الجنة دي فردوس أجيء أضيع أبتجي مفهوم حاشينا فين الأردن يبقى أمد جبوتي جيل ودمركي دويت بقى أمد جبوتي وقتجي تاريخ يرو عجيبة الله في سنين بو أقل كإسماعيل ونركو الحجري مجرن ما لدويت بلقيش كيسنا يي مجلس ولي يهاي جيب كلين كلا يرادو ير كير جيب كلين يرادو مجلس ولي بلقيش كيسنا يارين تاسي وح هذا بقى وكل حيل مجلس كاسي وام محي يعني محي هذا حاشنا فين يدو مجلس كان أقل كإسماعيل عمر لفديه أو إسماعيل عمر لفديه لقب قيلو لما لقب برجية جات كلو عنو وأي فديان أو يد اللي برجيني إسماعيل عمر يي فديان أيو صوغ علي ير يروك كل يار يكبدو إريني صوغ علي مجلس كير كواحد علي واحد الشيء جبرنا وضل إسماعيل عمر فاض معه واحد علي نيك توني اللي راده إبواريا جاير ده هو كديوارا علي مركوس دلو سويلو صوغ علي مجلس كي أيو محوها حا يري وذي حاشنا فينا يري الله نحرسته يري واكن محي هيدي نبي موسى واكن بوري مقرن مركو نبي موسى واكن يري با ادو ناشي وذي علي رقص قصلين اسماعيل عمرو حناقي حاشنا فينا ومعنا فرعون قال هذا هم بوري ادو نبي موسى يهن نبي موسى قال كفرعون بكوكرو نبي موسى يا فرعون دري با الله انا بيجي دا ووك عيو وكذو العي أي حاشنا فينا الكذو العوا لقن قنيني قنينجو ما ها دقة فارية ما هو بلق قنيني وذاك النبراء الله يلا قنينجو الكافي يا اللي وذاك وذاك هو بحصل هو حتى جاي محوها وذاك هو عرارين مقرن هو بحصل مركوب بحصل أدو خضر حيد بقى مركي دم كري دي سان سان شيء كذا الكذو مية ماشي مجلس الكذو مية حاشنا بالكي ما هيجيب كل مجلس كيس الكذو مية خضر حيد بقى كله هذا سواق الأسبوع ده بقى لودي ده ما تضرب ده بقى كله لودي ده وديه سواق له مجلس كيو وإسماعيل قيلي أنا فرعون نقضي بولي هي ماها دكتو أنا جا كنا عدينا يادو كه معلومة دم بقيدنا يجي وحباف كقولي برو أدو خد راحت باتيري ما كده دور بالسكير مقرنا وحاش أبتي هبر يا رب كتر هبر يبوا هذا هبر يا رب مقرنا وبيتيري أنا كارها اللي هو كاسة صبية وقصوا النقضي أدو قلكي ده هذا بعدين تاسي ما نتي دوين مركي اللي يجي شيء كي يجي ومجلس كابا لوجه هي اللي يجي واحد بعدين تاسي وورد عدي وورد عدي بقى اللي يدارين تاسي وواحد كشي كين يجيب كلين يسحبتي وكشي كيسين هي اللي يجي واحد هذا بقى وعن إلى هذا بقى المحاية هذي حاجنا فين وحبو أركابنا الوضع قبتيه وحنو أركي ومضنا وحبو الشيء جي وعن هالكاس إنه فرعون هيستو فرعون سيد اللود اللي يلسكك عيني واتجرني سين فرعون شيطان وبلادينجي وحكة مجرو نكنا عدد كتير شيطان كحنا كمسوكي دكتاتور لما أرن كرو وشيطان كحنا كمسوكي وحبو سوكيين حنو بكوجرا لري يعني ضد كل يسكون دراونا ضد كل يسكون جيو وبكوجرا حبو أركي ويا ضد زدليا أو زدليا أيه إسحاق تهدو أركي ويا إسحاق وما عنتدو وما لقطه وين وارك هذا تسكت دبل لا لا هذا ده السرية ده السهيستا هو كتابه هو بحده يسقى إن إمي كان نبض بو رابع الجولي مركز هذا الكتشر نبض يدو قبنا يشرك إيري تاش هو قبته مركز المقشي شر نبض يدو قبنا يا المقشي دي إيري تاش نبض ما وضعيه كل عين تنبض يو ومصيبه صور أنا كاسي أقول أنا أكوها يجيس كافريكا إلى جيبوتي لبعض تكوا ده بعيد دون تقول تامر كشر قبته من نبض يصير شركة عرتقك لسومالي يقول دم يسوى درك ما أنت شركة عرتقك لسومالي وحوك يعني فور بانتي فيت الشباب بو أبوري هل يقول دم يسوى درك إمي كمان إن معنا صورة في الواقع مصبيحي وحنسكو كينيري يعني حوها مصبيحي حسن شيخ وحنسكو كينيري هل كاز على سكو كيني محل لجها اللي ما لبضن لبضن ما مول بالهشي سيني ولا وده إنا مال دحل كينو مثل مصيبة لو ده مصيبة لو ده مصيبة لو ده واحد واحد لجها اللي لاس عنود واحد كجيل إسماعيل مر بالواقع كاس إيج بلاس عنود بالبلاء حافظ بالبلاء ومرة حكي يسقوا لسكو دليا وضدك ومرة حكا هاي سكو دليا واحد سكو دليا أنا لجرني taa waxba kama qaban karaya laakiin laas aanood baan wax ka qabanayaa guriga meel noo jirta in maxay 800 km ama 1000 km noo jirta oo wadan kala iyo leeyahay oo dowlad leh oo baarlamaan leh iyo leeyahay waxbaan ka qaban karaya oo muuse ku daaliya xasan sheekh muuse bixiye markii la soo fadhiisay xasan sheekh laas aanood baa lagu daaliyay maxabiista sooda maxabiista sooda baa laga hadlayay oo intaan baa miimku ee meeshaas laga hadlayay iyo xasan oo ka bax sheekada laas aanood Soomaaliland ka tirsan intaan baa wax laga hadlay marka Ismaaciil Umar inay dadku isjiitaan ay xilli kasta dhibaato jirto la iska laalaado waxa soo wasaqay jankiisa iyo maxay hayday uu yeedo dad een ruwaayado kale sidii waadiga arkay fagaad uu yeedhay een lafta nagaada oday ku hayu yeeray odiga turjumaya waa odiga Djibouti mishaar laga siiyo waa la iska garanaya odiga dareed ee turjumaya luqada oromada ee la socday een waa odiga Djibouti mishaar laga siiyo odagan oromay loo yeedhan hadii la doono xogaa yar baa la siiyay oo waa la soo kireystaa hadii la doono si dadka looga ruwaaydeesto ee lafta nagaada ku hayay maarkay een muxuu aha markaas ninkani waan iska garanaynaa wuxuu yahay waan la iska garanayaa laakiin si waxaan leenahay umada reer Djibouti waanagii hore inay u sheegney 2024 ka khayr baan soo socda waa shamsi toos boo bilaabmaysa waxaan leenahay inaguna maxay hayday waa run waqti dheer buu dagaalku qaatay taasina waxa keentay
wax badan ba ayaa halka khaldamay ahayd oo dhinaca mucaaradkana ay u badnaatay ayaa khaldamay oo aha mucaarad badanka Ismaaciil Umar uu sameystay waxa dadka reer Jabuuti daaliyay waxay mucaaradka u badnaa badankood wax Ismaaciil Umar sameystay oo dadka kar weydiisanayay waqti ka ridayay ahayd laakiin maanta mucaarad ragii qarbiga cadaayay horta reer Jabuuti awood kuma fadhiyo Ismaaciil Umar waxba naga ma qaadanaysa daqiiqad badan waan ku dari karnaa laakiin waxa meesha ku hayra gacad ragii cadaana maanta waxay yiraahdeen in wuxuu aha ninkani ee waxay yiraahdeen war ninkan waan fahmay ninkana waan ka kaxaynaa abniga geeska Afrika uu khatar u yahay bay yiraahdeen ba marka haddii toole ninkani uu nadeyn doonaa baan leeyahay 2024ka dadka reer Jabuuti waxaan leeyahay shaqadu way bilaabmaysaa 2024ka ee inaguna la gabaniina waxa haysiin soo daayay baan leeyahay nala qaybsada soo daayay waxba tarbay leeyeen waxa nasiinaysiin wax badan bay tartaa waxaan halkan kaga hadlaynaa ma in waxyaabo kale si kale loogu isticmaalaa jira oo isaga dhabar ka jibinaya ninkan aan salaam وهي مدن حتى ذلية يعني ربا إن شاء الله يسقنا سؤالها مختلفة عاوة تنبوا كوا عن إيه ممكن كل لبعض كل يعرف لما تجي يسقنا قاتو فسدو مختلفة أديك أن ربا إن سؤالها يجي سدو هذا بقول ما زلت أي ولا كي أيام وما كجمع هذا اللي أقول برامج في جبوتي توس يو عاوة سنة كعسوب أفري لا تنكر وحقلوا أن كل يبقى nugu soo biiray walaalkay Gediyos iyo Hassan Sheikh Xareed ba ku soo biiray Sheer iyo Gediyos iyo Abdalle kulli anuu waan iga bixi walaalahay baan u diinayaa Hassan iyo Gediyos in si wadaan waan salaame Hassan waxaan ku rajaynayaa Gediyos sanad wanaagsan insha Allah waan soo wada soo saarayna sanad wanaagsan sidoo kale assalaamu calaykum mudan Cabdi sanad wanaagsan sanad wanaagsan هذا هادان سي وتو كليبا جيديوس يا حسن حسن شير وحن ليهي كليبا اريبان جيبوتي كدعيا يو ديباتوين كان سو نقنقنيا يو امد ريل جيبوتي او هاوشودو اي هلغنكو كليبا waxa la moodaa inuu soo gaabanayo halganku kala uu soo gaabtaa kala uu dheerada waxa loo baahan yahay dulqaad badan dadaal badan ayaa loo baahan yahay laakiin su'aashii hadii aan nigu soo noqdo su'aashaasi waa su'aal aan dhaxdhigayo maadaama uu kulliiba hadalkii uu yahay darandoori su'aashaas waxa weeyaan horta waxaan isweydiiyay anigu oo mar waliba aan ku soo celceliyaa oo ilaahda warniyo waxaan qaldan ee la sixilay muhiim arintaas markaan sii guda galo saddex madaxweyne saddex nin oo saddex dal aba dadan xukuma ayaa fuliyay Jabuuti saddexdan nin anigu xaqeega su'aal aan niga weydiinayo adiga xasheer wax weyn wax weyn saddexdan nin anigu waxaan u arkay markaan xaqii midigtay iyo xaqii bidixda eegay saddexdan nin saddex nin oo waalid oo u baahan dhaqtar in loo geeyo psychiatrist ama maskaxda eega waayo qofku haduu damiir yeelan waayo dhibaatooyinka caynka u sameeya laakiin waxa ka daran dadka dugsanaya ee ku daawanaya saddexda nin oo walwalan ilaa saddex nin oo walwalan haddii shaqo u dhiibtid de shaqaday ku soo fulinayaan waa shaqo walwalan waa qof la dilo waa xoolo la boobo waa dhul la baabiyo waa iyo waxay sameeyaan waxyaabo ay iyagu shaqo ku lahayn ayay galaan ilaahdiin arrintaa baan fulinaynaa waa arrin ka dhacaysa hadda Masar iyagu ku oranayaan shir Masar ka dhacaya iyan heshiiska baan galaynaa toodii dhexdoodiina ma arkayaan marka raggaasi rag waalanba siyaasadda markaad eegtiin geeskeena sidee u aragtaa ee Gediyos ku soo dhow Hassanow horta hadalka waa sidaad u dhigtay weey waa dad waalan oo damiir lahayn weey marka laga imaado taas iyagu waxa weey waa rag maanta meel ayna shaqo ku lahayn ayna weligood loo dooran lahayn ayay fadhiyaan maanta gacan ku dhigeen waa taladii waa hoggaankii dala saddexda dalba ay hoggaaminayaan kolka iyagu waxay isku dayayaan siday u joogi lahaayeen meesha waa inay ummadda jahwareeriyaan markasta ummadda waa inay iyaga isku diraan kolna kala diraan kolka wax weey anuu hadda waxaan gaaray martabad aan iyaga la yaabinayn oon leeyahay raggan waa rag danaystayaala xumaantoodu way caddaysteen cadowtinimadoodu way caddaysteen waad naftoodan bay ka fikirayaan oo calooshood la ciyaar laakiin ummaddii kuwa u talinayaan oo golaaday kuwan
daawadaha noqday waa kuwa waxaan la yaabanahay wa ila goorma ayay sugi doonaan ila goorma ayay ka diidi doonaan ay wax ka bedeli doonaan habkan oo la dhaqmayaan ragan ragan waxa way in la iska qabto hadii la iska qamo wayna geeska afrika way rogayaan waa sidoo walaalkeen xasan sheer uu sheegay way rogayaan geeska afrika wayna ku socotaa kolka waxa way waxa mudan maanta soomaalina wayna la aragtay inuu maqajaan ismaaciil cudur uu yahay qof xanuunsan oo isaga naftiisa ka fikira haddii la soo gudboonaato islaantiisa iyo ubadkiisa iyo isaga ubadka islaantiisu kaga takhalusaya si isaga u noolaado ninkani waa nin isaga unumaha cid kale u aaminsan ma jirto halkuu ka imid dad waad iga taqaanay adiga xasan sheer waad iga garanaysaano ninkani halkuu ka imid iyo siduu ku noqday madaxweyne markaad eegtay tarajeegiisaad eegto waxa weeye nacam waa lala qabtay waa run dad baa garab ku siiyey waa run laakiinse haddana ninkani nin proxenet ahaan jiray nin qurun ahaa oo fusa ku noolaa oo maxaa ku lahdaa makhaayadaha khamriga lagu ibiyo iyo gabdhaha dumarka lagu kirayo ka dhex shaqaysanayay oo ummadda iyo shacabka xoriyadoonkana basaasi jiray oo noloshii ka dhacay buu ahaa haddana madaxweynu ninkii noqday de proxenet ilaa madaxweyne marka maxaa la sugaya maxaa laga sugaya naxariis baa laga sugay isaga marka yani waa khaldanay haddana naxariis ka sugno waa nin xayawaan ahaa oo dumarka jirkooga gadi jiray ninkani waa la iloobaa lagama sheekayo ninkani wuxuu ku ganacsan jiray weligiin ilaa iminka ku ganacsadaa waa dumarka nasiib darro xasanow nasiib darro waxaad arkaysaa gabadhiisa haybado si ula dhaqmaad arkaysaa nin dan oo xalaal ku qabay uu u dhisay siduu dan kale uga gaadi lahaa oo nin kale u dili lahaa kabacdina uu ka furay gabadhii oo nin kaloo ka daran waa dan un wuxuu eegayo waa dan kolka siduu ula dhaqmaya hablihii ayuu gurigiisa ka dhex bilaabay kolka ninkani xishood ma laha ma laha mataqaanaa naxariis ma laha waxaba yaraatay ninka u naxayn ubadkii u dhalay gabadhiisii aan u naxayn ee ka dhigay makhaayad ka dhigay ayaan ka sugaynaa naxariis ayaa lagu leeyahay geeska afrika soomaali buu heshiinayaa ninkani heshiisiin uma socda eeg waa dan kale wuxuu wato waa dad buu ismuujinayaa dad buu iska iibinaya reer jabuuti maaha wuxuu iska iibinayo soomaali maaha ciise maaha cafar maaha maaha dadka wuxuu iska iibinayo waa dad kale wuxuu iska iibinaya ninkan iska gadayo inuu weli joogo meeshii inuu weli talin karo inuu david vatis weli hogaami karo dalka uu weli joogo ayuu dadka tusayaa wa dadkaasina waa reer galbeed waa siduu walaalkeen aqoonyaanka xasan sheekh uu sheegay way ka quusteen reer galbeedkiina waxay yidhaahdeen haddeed geeska afrikada waxay ka dhacay isbeddel inuu jabuutina ka dhaca ma doonayno jabuuti waa halbowle noo tahay annaka kolkaa waxaan rabnaa inaad iska socoti taasoo muujinaya inuu weli joogo wuxuuna waxoo kaluu rabana waa bilad sharafkii nobel priskii tii uu ka hinaasay ee la siiyey ninkii maxaa dhahdaa dhagarqabihii maxaa ku dhahdaa abiye tii la siiyey ayuu doonayaa inuu ku helo laakiinse waxaan leenahay waxa weeye war wanaag haddii aan rabto in lagaa sheego in bilada lagu siiyo dariiqii wanaagga la maraa maahasena u socoto ayaan leenahay ninkan maqajaan ismaaciil cudur dadkii shalay maaha dadka maata dadka maata jooga dadkii shalay maaha waa la isbedelay waaguu noo baryay haddeed ismaaciilo waa lagu soo socdaa baan leenahay waa ka baxay xasanow aad baa umaadsantahay xasan sheer kolleyba waad maqlaysay barnaamij kale waad la socotaa caawana waa sanad cusub 2024 kusoo dhawo xasan barnaamijkaagi waa barnaamijkaagi waan salaamay qof baa isoo qoraya oo walaha yar weydiinaya arrin marka waxa weeyaan sidaa maxay ahaydayn halkan badee dhowr jeer laga sheegay walaalkii imika sheegaya ninkani dad buu iska gadaya ummadda jabuuti waxba kama gelin danna kama galo ummadda jabuuti calaamadahaasi waa calaamadaha qofka markaad aragtid dadka isaga u dhowaa dadka u xukumee waddankana dadka u dhowaa iyo waa dadkiisu waa dadka waddankan maaha dadka soomaaliya maaha dadka ethoobiya maaha dadka maaha waa isagu halkan qofka markaad aragtid dadkiisa ka cararayo waa duqunimada calaamadaha duqunimada lagu gartay ka mid tahay qofka marka dowlad horta kama jirta meeshan familiba ayaa meesha ka jira waxa weeyaan waxa family baa ka jira familigana waa si ay meeshan u joogaan cidba kama shaqayn jirin cidna kama daba tegi jirin waagii hore mucaarad yar oo gaaban oo ay sheekadoodu ku gaboban tahay sheeko yar oo banaan safaarad laga war banaan bixi iyo waxaynkaas ahayd ee bahal layska daba shaqeeyo oo laysdaba qaata usha oo ma ahayn sida imika oo kale caalamkana laga dhaadhiciyo jabuuti waa anigii xasan hore u yihi waa 50-50 jabuuti dadka baawarka jabuuti taladeeda kotonbaan anagu haysanaa kotonka kalena qarbigu iyo haysta taana maanta waa la wada arkay waxaan sheegayno adiga arkay baabalmadabka maanta marka waxay ka dhaceen ismaaciil buu waxba lama weydiinay shaqadoodiiba iska bilaabteen caalamkiio
waxa mara meeshan ganacsiga aduunka ugu badan ba mara marka waxa la ilaashanayaa loo jooga meesha marka hadii la doonana wax midna laga ma weydiinayo ciidanka soo dagaya Djibouti ciidankii way soo dagayaan way ilaashanayaan dan way ka qabsanayaan meesha imika Ismaaciil Umar waadiga arkay wasiirki arimaha dibadda ah loo yiri ilaahay abarakee gantaalada xuutinta ay ku tuurayaan buu yiri een muxuu aha maraakiibta ay ku tuurayaan meesha socda een halka buu gaaray hadaba muxuu sameeyay een maama halka abu gaari marka maxaa ku kalifay taasi waxa ku kalifay isagii iyo qarbigii maaha jacayl uu qabo in uu qabo xutiintii falastiniinta uu qabo maaha wuxuu saw leeyahay Ismaaciil Umar Ismaaciil Umar baa ka dhaxlay wasiirka arrimaha dibadda maaha jacayl uu qabo ee waxa weeyaan isagii ragii meesha ku hayay waa meel xun kala gaaray marka ninkan waa garanaysa waa doqon waaniga ku sheegay waa doqonnimada ku yir jirta cadaadigiisii buu ismaaha jin kara u cadooday wuxuu tusay in uu leeyahay waxa anaga waan qasana waxaan doonaa waxa sidii ciyaalko kale ma aragtay ilma marka war waxa daa tiradi ee wuxuu iska diido ee warayo u sii qasanaya war dhoqadan iska daa ismarinaysi ee u samayn si marmarin dhoqada waa sidii oo kale ninkana waa yara duqni uu leeyahay marka wama bedeli karo qofka waa si uu yahay isagoo meesha laga tuuramaa inay waa wax uu dhashay marka waxana way dhibtana way sii taagnaan doonta geeska Afrika jirta een waxana ogaataana een isagoo meesha ka tagay inuu ka tagayaa 2004-2022 waa saan dadka u sheegnay waa shamsidu way bilaabaysaa toos boo bilaabaysaa waxa ugu horeeyo isqaban doonana waa isagii Faransiiska ugu horeeyo isqabanaya hadduu leeyahay mar dhow bilaan soo socda wadarkiisii isagii Faransiiska isqaban doona sababtoo ah Faransiiska uu bariga saan dambada ku hayaa uu diidan yahay inuu saxeexo heshiiskii difaaca ee Faransiiska la lahaa uu iska diidan yahay inuu saxeexo oo inuu ku bedeli doonaya mid kale oo Ruushka inay tahay inay Ethiopia tahay mid buu ku bedelayaa Ethiopia inuu Ethiopia la saxeexanayo iyo inuu Ruushka tahay baan wali inuu kala saarayeen oo ina kala cadeyn laakiin labada mid buu doonayaa inuu bedelki Faransiiska galiyo oo balaaskii Faransiiska galiyo sababtoo ana Ethiopiana way u badan tahay sababtoo ah waxaan ku hayaa maalintii dhaweyd uu delay ta tagay ee Addis Ababa wuxuu soo maray een Ethiopia Airlines uu soo visitay xaruntooda uu soo maray shirkadda Ethiopia Airlines iyo soo daawado la geeyay delay ta hadalkaana waa kii hore u lahaa inaad aragtay muuyaane een abiye waa kii oranayay een haday marsada nasiyaan anaga waxaan siinay muxuu ahaa een 300 maan siinay shirkadda Ethiopia Airlines buu oranayay cid uu la hadlay anaga ahayd waa tajoorana meesha la siinay waa aniga hore uga hadlay ee suldaanka tajoora ee waan salaamayna halkan sanad wanaagsan maaleenaa sheekhan axmed ee umada tajoora ay dooratay ee waxa weeyaan suldaankaas waxa loo la dagaalamay ee ninkaasi xoog loogu isticmaalay dawladeed ee umadii dooratay reer tajoora ee dhaqankoogii ah ko loogu horimiday waxay ahayd waxa loo baahan yahay marsada tajoora loo baahan yahay oo laga gaday Ethiopia laga gaday umada cafartay ku nool tajoora iyo waxaan la doonayna meel la isku geeyo sida Gaza oo kale ina laga dhigo kala meel leer Gaza oo kale laga dhigo meel la isku geeyo la doonayaa dhukaana la iska wada gatay waaba la gato lacagtiisii waaba la qaatay oo hoos baa loo saaxay sidii shirkadii Dubai oo kale waad ogeydeen Dubai oo saanu baaqalka Ismaaciil Umar loogu saaxay cid war u haysay ma jirto cid la saaxday waxa la saaxday tan waa sidii oo kale u waqtiyo tajoora dadku iska joogjoogan meesha umadu way joogjoogan laakiin waxa la saaxay iyo waxa la saaxday cidba ma garanayso marka waxa weeyaan een wuxuu iska een dhinacna een shidaarad ciyaal oo ka shidaarad gaaris dhinacna wuxuu sameynayaa hoostaab wuxuu si ka wataa dhinacna gaaladii wax ka yartusaya way baayar buu ku isticmaalay laakiin way dhamaatay ninka taas way dhamaatay waa la fahmay ruwaydiisu dhan dadku way fahmeen adduunku fahmay waan fahamsiinay shidaarad gaarisa ee kitaabadeeda badan waan fahamsiinay maxay tahay fikradeeda badan ba umada waan fahamsiinay een gaalada waan fahamsiinay sirkiina ma hayna maxal cadaanki waan fahamsiinay marka waxaan ku hayaa haddii toole een demil vantkaadka xaalad way bilaabaysaa toos oo shamsidu aan waxa ku celinayaa dadka reer Djibouti aan naga hagaajinayna waxa haysiin nala qaybsada baan leenahay dadka reer Djibouti hadduu ilaahay raado aad baad u baasatay xasheer waa kaaga mahad celinaya kulliiba waxaan u tabinayaa su'aasha xagga kale ee ayaan kusoo dhow way tahay kulliiba barnaamijka ilaa cabaar baan ku jirnay saacad iyo bad adi aad u maatay mutasharaf martisharafka iyo barnaamijka kasoo qayb gashay iyagu sida ay gobnimo ay ku dhahan tahay mar walba su'aaliyaha uu soo bandhignay uga jawaabay waxaan ka hadalnay xisbiyada mucaaradka oo iyagu moogtay haday jecel yihiin mutasharafku inay ku noqdaan dad ku noqon karaan iyada oo aan ka hadalnay xisbiyada mucaaradka dhibaatooyinka ay u leeyihiin shacabka jamhuuriyadda Djibouti oo iyaguna dibadda qayb ka ah haddii ay jecel yihiin martisharafku ka jawaabi karaan iyaguna amba uu ka bixin karaan fikirkooga waxaan rabnaa in aan ku noqono mar walba jamhuuriyadda Djibouti ballanqaadya loo sameeyaa waxaan maqlaynay xisbiyada moogtahay waxaan ujeedaa xisbiga uu kasoo jeeday EMP inaa Cumar Geele garbaqaate inuu lahaa shan kun oo dhalinyaro aan shaqo siin doonaa waxa kale oo uu yidhi
in maxay ahaydeen la dhisayay building la dhisayay maxay ahaydeen buugtahay bilaawo ah qolxadka ciisa iyo afarta waxyaabo badan oo ballanqaada xagga ku jiray mid la fuliyay oo hadda maanta aan gacanta ku hayno ma jirto waxaanan ahayn buugtahay gaajadii ama la'idii iskuul la'aantii oo iskuullada oo muugtahay dhulka maalin walba maalinta kasoo dambaysa tayadoodu dhulka ay sii galayso arrimahaasaan rabaa in aan marti sharafka iyagana aan siiyo fursad in ay ku noqdaan iyadoo aan wada ogsoonnahay in uu waxba uu suurtagelin amba uu samayn ballanqaadadaasi been ahaayeen maxaa aan is-oran karnaa waya marka ugu horreysa marti sharafkan waxaan rabaa in aan fursad aan siiyo mudane geediyos dibudhacaasi aan maanta isla garanay xisbiyada mucaaridku iyaguna qeyb bay ka yihiin iyo wax xisbiyada mucaaridku ay u dhisan yihiin qaab qabiileed adigu moogtahay fikirkaasi manala aaminsan tahay sidee kula muuqataa waxa wey ayaanlow horta haddii in yar an yar taabto xisbiyada mucaaridka jabuuti de waa 7-8 sannadood haddii demil vandcad waxaan galayno amba haddeed aan gaadhnay xisbiya mucaarid wax la idhaahdo oo lagu halleyn karaa maxaa kula isbeddel inay keenaan 2-3 sannadood waxay kari waayey inay sameeyaan ma maantay keenayaan waa maya wey runta aaminsane waa taas kolka waxaan u arkaa un xisbiyada mucaaridku inay yihiin xisbiya mucaarid oo faasaada oo lagu talagalo in lagu kalumaysto dadka run u doonaya isbeddelka runta in lagu kalumaysto unbaa lagu talagalay oo taasina waxaa tilmaankugu ah waxa weeye liiderada qaarkood marka ay magaalada dhex socdaan ee dad la kulmaan isagii lama qabanayo dadkii uu la hadlay ee magaalada jabuuti jooga baa la qabanaya loo xidhaya oo cabsigelin iyo cagajugleyn ee soo faad saaraysa ama shaqadii laga eriyaba kolka taas waxaan leenahay xisbiyada mucaaradka waa inay wax ka bedelaan haddii ay doonayaan leadership baa doorateen hogaamiya xisbi mucaaradka noqonaya baa tiraahdeen ma naftiina u doonaysin meesha oo kursigan jeclaadeba mise shacabka reer jabuuti baa rabtay inaad ka saartiin dhibaatada uu ku jiro waa su-aasha aan weli kale fahmi laayahay ma iyagaa problem ku haysta mise anigaa fahmi le raggan raggani ma iyagaa doonaya kursiga un inay fuulaan ismaaciil bedelaan bay rabaan mise waxay rabaan inay ummad badbaadiyaan waayo mar kasta hadlayaan shacabka reer jabuuti lama hadlaan waqti ma siiyaan masiiba hadday dhex dhacdo oo balaaya dhacdo ma soo fadhiistaan oo dadka ma tacsiyadayaan yacni anu waa fahmi wayla iminka waa isweydiiyey waxaan idhi raggani maxaa si ah waa maxay manika naga tocsanayaan ma waxay u joogaan inay u xalaalayaan umtaliskan ay adduunka u tusaan inay xisbiya mucaarid ay jiraan bis intaa unbay u joogaan miya miyayna ogeyn inay ilaahay hoostiisa yihiin complice oo aakhiro ilaahay ula xisaabtami doona waayo nin ummadda fircoon oo kale ah oo ummaddii mataqaanaa ku leh anaa waxna nooleeya waxna dila siduu u yidhaahdaa dadna u fadalaa kor buu qaadaa dadna dhulku geliyaa u baabiyaa danka danka muka dhiga waa tabti fircoon kolka nin sidaa u dhaqmaya kala shirikooba ka idhaahda mataqaanaa si qorsoodiya kula shirikooba si muuqataba waxa weeye complice bay leeyihiin dembiga way la qabaan taasina waxa weeye waa inay tusta ummadda ka inuu jirin xisbi mucaarada oo ku maqan oo ku badbaadinaya kolka shaqsi kastaoo muwaadina oo reer jabuutiya oo dalka dhex jooga priority waa isaga waxaa dhibtu ay haysataa iyo ku qurba joogaba waajib baa ka saaran ummaddooda inay heel iyo hoo laga helo inay isgarab taagaan markaad eegta adduunyada dariska oramadu se ku kacday etoobia suudaantu se ku kacday ujeedaa sirilanka se ku kacday masar waa dad qurba jooga waxa kiciyey waa dad dibadaha joogaa isku tagay oo walaaloobay oo idhi war danaheenii baan dhinac dhigaynaa ummaddeenaan badbaadinaynaa bay dhahdeen haway haddaba dee muwaadinka reer jabuuti maxaa taa looga leeyahay muwaadinka reer jabuuti waa su-aalahan aan jeclaan lahaa inaan isweydiino laakiinse maanta haddana aan doona in carabka ku yarjiido waxaan kale aan arkayno waxa weeye waa wax uu iska wato maxaan ku idhahdaa maqajaan ismaaciil cumar geeli isagaa wata waxan isagaana ogolaada xisbiyada mucaaradka waqtiga ay doonaan inay hadlaan waqtiga ay doonaan inay kasoo baxaan shaashadaha iyo inay kelmado qoraan kolka waxa weeye kama sugayno ninkana dulmaya ka sugi mayno inuuna badbaadiyo waxaad moodaa haddaan nahay shacabkii mahaba xisbiba maxaa waajibaadka u saarna xisbiyada mucaaradka oo tonka situaya ona le devoir inaan waddankeena wixii turxaan ku ah aan ka badbaadino inaan waddankeena aan muujino oon tusno lix jeclayn naga hayso taabaa jirin dalka reer jabuuti lix jeclada waddaninimada an xasanow nalama siin ayaalow nalama siin
marka maxaa la xijcelin loo bari way maxaa dalkeena loo jecelsin way maxay nooga sheekeen way qiimaha iyo taariikhda dalkeenu leeyahay waa problemada keenay xaaladan aan joogno waa taas waxaan doonay ayaan loo in anigu aan arabka saaro oo jeclaa in aan focus ka aan yar saarno war 32 waxaan socono waa maxaa waa debi ka tarman duuska waxa xisbiga mucaarada jiraan waa tron deson gaasi maxaa way jiraan dadku ma wada lihi way wada complice bay wada hay qaar ba jira dad ka hayn laakiin waxa u badan inay dhinteen kuwaasi ku daacadaha ee la xijicla ka haysa dalkan way dhinteen xasan waxa jooga imika kuwa aan la xijicla ay calooshooda ka haysa on laakiin wadanka aan lahayn ayaa jooga intaas aan kaga bixiy ana xasan waa ku sii microphone way aad badu maatan tahay mudane xasan sheer xareed hadii aad sanadkii 2023 aad dul taagtid xagga siyaasadda haddaad eegtid xisbiyada mucaaradka maxaa u qabsoomood adiga aad u malaynaysaa maxaanad maxay haydanay shacabka jamhuuriyadda jabuuti dhowr jeer waad ugu moogtahay usoo bandhigtay maxay haydana waana u sheegtay in haddeeta maxay haydanaya beesha caalamku ay dhawaaqii shacabka jamhuuriyadda jabuuti uu gaaray haddana maxay haydanay ni moogtahay in cumar geelli ay maanta ay joogaan waqti ay leeyihiin dibka dhan ee jamhuuriyadda jabuuti oo gobolkoodhan waa isaga marka bal isdultaago oo maxaa u siyaasiyiinta mucaaradka maxaa iyaga u qabsoomay 2023 adigu oo ka moogtahay qayb ka ah xisbiyada mucaaradka oo adigu maxay haydanaysa aa qoraa siyaasi xisbi mucaarad u gaamiye ka ah oo laakiin maxay haydanay aan u arkay aan moogtahay marka aan xisbigaaga aan eegno jamhuuriyadda jabuuti niman xisbiga mucaarad waa loo ogolyahay wadanka inay soo galaan laakiin adu waxaad kamid tahay nimanka loo moogta loo ogolyay wadanka inay imaadaan bal istutaag sababaha maxay haydanay aad u malaynayso in xisbigaagu moogtahay amba adiga shaksiyadaada lagugu diidayna bal soo dhowow u balbalaari soo dhowo xasan weyan muxuu ahaa waa saad sheegto 2023 haddaan ku noqono sanadkan soo dhaafay yaro taabsano wax badan oo qabsoomay way jiraan wax badan baa noo qabsoomay shaqo badanna waan qabanay ilaahay anoo hirgeliyo nagu gureysiiye wax badan oo qabanayna way jirtaa dadka reer jabuuti waa niga u sheega shaqada taadarkaysa inaan ka hadlayno life oo main halkan ka hadlayno maa shaqooyin kale hoosaaneed baa jira oo la qabto waxay kaaga baahantahay inaa laga dhaadhiciyo adduunkani sida uu ninkan u dhaqmayo iyo wuxuu yahay iyagu adduunkan dana waaweyn bay leeyihiin wadanadan qarbigeed arkaysiin dadkeenna waxay moodaan in anaga war naga hayaan anaga war nagama hayaan iyagu dana anagana dhaafsan bay leeyihin oo naga waaweyn bay leeyihiin marka adaad dan leh adu waa inaad maxayday arrintaada la tagtid dadkee waa kii odayadu odhan jireen afkaynu ku gobin tolkaha kuma gabeeda adu waa inaad heshidood ka dhaadhicisid waxaad wadid marka waa shaqo dhan oo la wado oo socota haddaba anagu shaqada iyadu waanagii mar hore soo bandhignay ee nidi war anaga nidaamkan ku shaqeynay waxa weeyaan ma aha inaan banaanbax iyo waxa imika isku daalino sababtoo ah dibadbax iyo arrimahaasi maanta waxba ma tarayaan waa laba shay ismaaciil marina qorig loo qaato oo lagu eriyado qorigii waxa kaa horjoogayay waa gaaladii meesha adduunkii meesha danta kulahaa jabuuti baa kaa horjooga oo si dhab yar uma hirgelin karaysid allah u naxariistee maraxuud maxay ahayday aliyagii calanka u dagaalamay axmediiniba waa kii dhaqaajiyay jabhada markii dambena arrintii ay u hirgeli weyday la horjoogsadeed aragtay marka inagana taay kaleun baa nagu dhici haddaba tau horeysa ay waxa weeyaan isagii qarbigeena la kala dheeray iyo isagii qarbigana aad bay noogu hirgashay arrintaasi aad baa nagu guuleysanay oo meel fiican bay noo maraysaa taasi mar dhowna jabuuti waa la iskugu iman doonaa taa waa inay ogaadaan dadku mar dhowna jabuuti waa la iskugu iman doonaa waxa weeyaan raggan mucaaradkan la sheegaya ee falsiga mucaaradka falsiga waa daf u buuxa kaasina uu iska dhamaanaya ismaaciil buu la socdaa ismaaciil baa lacag bay ku shaqeeyaan sida gaarigaas loogu shubo saanska intuu gaarigu saans lagu shubi karayo saans ku jira uu soconaya uu dhaqaaqaya laakiin maalintuu bilaa naafto noqdo haddeed ma dhaqaaqayo ismaaciil kuwana waa sidaasoo isagay raaci doonaan way joogsanayaan marka halkaa bay ku joogsan doonaan intii dad wadanka ka naxayse dan kale u damqanaysa wadankani way sii wadi horena waa usii soconi wayna joogi doonaan laakiin intii mashruuc ka dhiganaysay ee shaqoon ka dhiganaysay ee jeebadooda inay wax ku dhacdoon ka dhiganaysay way iska hadhayaanoo ismaaciil bay raaci doonaan isaga raacayaan ninkii muxuu ahaa ina gaarisay raacayaan ismaaciil umar taasi halkaa weeyaan marka mucaaradku haddaad tidhaahdid maxaa u qabsamay mucaaradka saxda wax badan baa u qabsamay laakiin mucaaradkii mugta ahaa kulliba uu iska jiraa waxaan leenahayna kaasi iska socsoco intaa uu maxay dhay ismaaciil joogo iska socsoco
waxa kale oo aan halka ku dari doonaa waxa kale oo halka aan ku darayaa waxa weeyaan toogu muhiimsan ay dadku indhaha ay ku haynayaan bilaha soo socda bishan iyo bisha labaad dadku indhaha ku haynayaan waa heshiiska faransiiska la galayo arinta ugu horeysa dadku ka fahmi doonaan dhibta jirtay waxa weeyaan ismaaciil uu yara warwareejinayaa ayaa wuxuu leeyahay kala nambariyo san nambada ku hayaa faransiiska in degdeg u soo xama doonayo heshiiskii uu la galayay oo la jididinayo inuu ismaaciil degdeg u soo xama doonayo briisan dambada ku hayaa waxa ka haleenay dadka rajabuut arinta la socda arinta dhibta weyn ween buuq ugu horeey ka imanay waata ay wax ka qarxayaan een halkan kun halkan ka soconaya dadka rajabuut ajabina ma leenahay een furcoon buu aka een meel uu la daawanayo maanta museum la dhigtay een marka ninkani furcoon buu la mid yahay waa kii xashina weyn noo sheegay odayga abtigeena waa ka noo sheegay yiri umad rajabuut furcoon baa la yiri muusa uu soo baxay waa kii yiri muusa inankii tooni buu noqday buu yiri nabi muuse waa kii inanka tooni ku sheegay meel kale ka soo bixi kara nabi muuse een marka inanka tooni buu noqon baa meel kale uu ka soo bixi kara baan leenahay ee umada jabuuti muxuu ahaa een aan jibina baan leenahay marbu yaa la yiri marbaa dhacday oo la yiri muuse iyo furcoon yaa muuse uu soo baxay allah naxariistee waxaan halka ka yar taabsanayaa een maxay dhahay halyeeyga reer jabuuti ee odaygii horeone muuse axmed loodhanayay markay tartamayeen iyo arrin caynkaasa soo yar baxday een marka nabi muuse meel unbuu ka soo bixi baan leenay dadka reer jabuuti oo kolow inanka tuhmi noqdi iyo kolow qof kale noqdaba aniyo jabina baan leenahay way socotaa baashi wayahay mudane xasan aad baad umaadsantahay waqtigaaga qaaliga aadna siisay haddii aan kuudu moogtahay su-aal kale aan kugu daro halka labada kun iyo afar iyo labaatanku adiga oo rajo badan qaboon ku arkayo maxaad ku umalaynaysaa labada kun iyo labaatanku ay moogtahay say kula muuqataa laba kun iyo afar iyo labaatanku say kula muuqataa hal xagga moogtahay halganka rajo ilaa inteed ka qabtaa in waddankani uu ku xoroobi doono garmaqaate iyo xulafadiisa iyo afartiisa ay maadeere dadka iyagu moogtahay lix iyo afartan kaa sanadood dib xoolahoogii dhacay dib moogtahay diliis wax walba u geystay jeel maxaad umalaynaysaa siduu kuula ekaan doono mustaqbalka labada kun iyo afar iyo labaatan waxa weeyaan markaan leeyahay qarbiga waa nato nato ama otan waxa naga horjoogtaa ayaalo ninkan ismaaciil umar waxa naga horjoogay waa taa si dhib yar bay eritrea markaan tegnay labada kun lix iyo tobankii waa adigaan ku wareystay bulbul oo saaxiibka bulbul oo tegay halkaasi oo u diranay ergi oo halkaa noo tegay waagii ahaa asmara diyaar bay noola ahay inay wadana jaarkuna caawiyaan inaan ninkan ku kacayn ku dhaqaajinay jabhad jabhad yaroon dhaqaajinan ilma geerisan wayaacayaanba rasta ugu horey markay maqlaanba wayaacayaan ilma geeriso laakiinse waxa weeyaan waxay halkii nooga soo baxay wadanadaasi waxay ayna hor dhigeen waxay ahayd war meeshan qarbigan baa dan weyn kula waxaad horta halka aan soo furfurno yidhahdeen abaabka aan soo furfurno abaabka aan soo furfurno bay dhahdeen waanan fahmnayn markaas si fiican baanu fahmnay waxay markii shakiga lagu jirayna iyagaan halkan halkaas kulankaas wax badan buuna fahamsiiyey haddaba waxa weeyaan labada kun iyo afar iyo labaatanka qarbigan aan sheegaynaa iyo qaraar bay qaateen anaa taanii hubo madara jabuuti qaraar baa laga qaatay waxa isweydiinle ismaaciil cumar ma waxa loo qaadi doonaa sidii ninkii banama noriega ee mukhadaraad ka shaqeynaya baa loo qaadi doonaa mise waxa loo qaadi doonaa sidii muxuu ahaa sidii waxay noqon doontaa filibiin madaxweynihii muxuu marcos bay noqon doontaa ma sidii noriegay noqon doontaa kii banama ma garanayna sida arrinta u dhaci doonto laakiin shaqadiisa kiisiisa waa la furay rag khubra rag baana loo dhiibay oo cabinet baa loo dhiibay ka shaqeynaya ninkan sidii ummadda iyo isagiiyo waxa ku xidhanba loo dhaafin lahaa meeshani sababtoo ah waxaan annaga reer jabuuti way dhaafsan tahay dhibtan iyo tan anagoo ka cabanayna way dhaafsan tahay wuxuu khatar u yahay nabadii geeska afrika uu khatar u yahay iyo badii casayd ninkana way fahmeen inuu nin calooshii shaqaystay yahay uu maafiya yahay way fahmeen oo uu madaxtinimadan u fadhiyo si uu jeebadiisa u buuxsado inuu meeshani dan siyaasadeed iyo wax u fadhinin arrimahan wadana shirarkan u qaban inay tahay un majaajilo dadka lagu waalay tahay bay fahmeen marka shaqadiisa waa lagu maqayan taanaa ni haya natana way qaadatood kiikiisa meelba dhigtay markay wadanada cadaanku ay kusii deynayeen dhulka kugusii deynayen gacmaha kaa qaadaya marka horesaa baa lagusii deya marka faraal kaa qaadayna iyagu kuma sii deynayaan kuma taabsanayaane rag baa qandaraas lagugu siin qandaraas baa lagugu bixin marka qandaraaska waa la bixiyaana ni haya labada kun iyo afar labaatanka ba waxyaaba ugu horeeya waad arki doontiin iyo buuqa dhacay iyo xiinka dhacay waad arki doontiin waxa ka midana oo ugu horeysaba heshiiska faransiiska ismaaciil asaxiixi waayo heshiiska faransiiska hadduu seexana washamsidu toos bau bilaa waaba inta la sugayaba inuu seexaanuno dhag markaa siiyo washamsidu way bilaabmaysaa hadduu diidana waxa ku dhacaun baa wada ninkaasi gantaal baa soo luma xutiinta soo tuureen baaqalkii
أنا موس قبصين بالورندونا يوالو وذاك يبغى يقولون بالورندونا ووحياء بعدين كاسون بعدين عندونا مركز أرين بعد عادي ودك أوجين بجرتة واحد جرتة و ما لها لبسنا كور يو سنة كور أدو لبسنا كور بين لبسنا كور وكا لبسنا إلى صدح سنة كور بين غنيسة واحد بعد مر عن كارك جرني بجرتة فيسبوك ولبس وقولي جري بجرتة إيش يجمعوها مراكب يدوبي سوكر رئيستي واجي أدرس كوين إسماعيل عمر مراكب يدوبي سوكر رئيستي مرسانيريكا سوكر رئيستي برازيلي وكولومبي وحبت جيبوتي ويسكسو دوادينو هبين ملوبة لدونينا الوصول دا طاقل كإسماعيل عمر الكبتري سوكاتين بالورمي روش كالغسو يبسدي بهيستين وطوبر باللوسو دياري وحي طوبر كسميين سحارة هدوبي سي ودادن لهين هبين ملوبة لكإسماعيل عمر وقادن لهين كوموندوس عين كاتا bar waxa dhacay arintaasi facebook lagu soo qorqori jiray waliba bogga waxa lagu soo qorqori jiray loran leenaado waxa magciisi ee loranayay iyo jeed waraystay iyo qayn ka san kaarko lagu soo qorqori jiray hadaba arintaasi waxa dhacday maalin dhaweeyd waxaan hayaa on dadka wargelinaya arintaasi way jirtay waxa ku tusaysa arintaasi way jirtay maalin dhaweeyd warkeygi oo saxan helay way jirtay dubay waxay soo kireysatay laba mar ka baysoo iibsato maakiitan gaboobay haddii loo baahnin deey la iska turay laba mar ka soo iibsatay dubay laba diyaaradood iyo saddex diyaaradood ay soo iibsatay Dubai oo wada buga oo kuwa Ruushka ay soo iibsatay rag bay soo kireysatay waxa la doonayaa habeen madow inaan la yimaado la gundhiyo wixii aqalka Hormuz joogo in la gundhiyo la doonayaa meesha dab qabsada dab inuu qabsada la doonayaa madaafiic iyo balaay ku shumaan wax dhacay la garan waayay jabhad ba soo weerartay ba 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 waa sagaba la duulo habeen madow diyaar la qaato la duulo cid difaacaysina ma jirto waskoogtiin in waxa ka qabtay ninkaasi oo badbaadiyay marka 2019 kii meel wakaas waxa badbaadiyay een ii sheeg 2020kii baa 2020kii iyo koodi baa bilowgiisa 2020kii koodi bilowgiisa baa waka wax ka badbaadiyay oo qabtay mareekanka mareekanka kale warsala looma baad looma kala tuuro dawladaha marka la kala tuuray qaab loo kala tuuraa jiray sidani waasi waxay noqonaysa qaldan may noqonaysa qalalaasa abuuri kareysa madaxa lama gooyo marka baa ee qaab loo gooyay leeyahay madaxa suug baa leeyahay oo bisinka loo qabtaa baa leeyahay joogsa leeyahay dubayo waa laga joojay arintaas way jirtay wayna suurtay gali doontaa imika waan darki doontiin waligiiba Ismaaciilay su'aal walaalo xuti baan u duceynayaa iyo halkanta ku haye waxa ku dhacay daawada inagu 2024 wixii ka dambeeyay buuqan waan darki doontiin maalay dadka aan iyo jibina ha shaqadoon halkii ka socotaa maalay rajibto way hay adu ma tan yahay mudane Hassan inta uu barnaamijkeena laga soo galay hadii uu dana u leeyahay mudane Hassan aad baad u maatan tahay si kadiisa aan ku yarnay waana ka soo jawaabtay waad maatan tahay haddana la joogisina kulliiba waxa tahay markii aan mar walba jecelnahay inaad waayay mudane Hassan adiga ku sii doona nin dhalinyaro oo isagu rajoogtiyana barnaamijka caawa waanu ka soo qayb gelinaynaa isagoo isaguna jecel inuu ka hadlo mabduucyo isagu soo diyaarsaday dhowr uu rabo inuu ka hadlo 2023kii waxa uu qabsomay waxaas muuqda mudane Hassan arif uu ka dhawaajiyay waa arrin ka dhacday qodobkaasi waa waxay ka dhacday IT bay ka dhacday madaxweyni IT wakiil loo galay sanad lagu dilay Noriega wayniga arkay warada aan soo dhignay isagana si loo qaatay taasina waa arimo iman kara marka sanadka miladiga 2024ka in sida uu moogtahay mudane Hassan Sheikh Xareed moogtahay mar aan u hadlayno jiri wala duceysta kulliiba anagu hadii aan nahay moogtahay kubadoogta iyo hadana shacabka jamhuuriyadda jimaraba lama hagro wixii intii karaankeena in badan oo moogtahay aan isku dayno aynu noqon wado jirtaa laakiin kulliiba karaankeena waa sameynaynaa intii ducadana inaan ku darno ducaysano oo niraana ilaahay aan qabarino inuu farxoon nagu soo qaado ayay mudane Hassan Daaliye Yasiin doona su'aalaha qaybta moogtahay inta dambe sidoo isaguna insha Allah amar sharafka su'aalaha uu weydiiyo waxaan leenahay sanadka miladiga sanad wanaagsan oo wacan oo bashbash iyo barwaaqo keenana waqti aanu ku wada moogtahay naanoono nabad iyo jacayl shacabka jamhuuriyadda Jibuuti oo ku ogeyn waqtigii aanu yegyeelaynay moogtahay qarankii jamhuuriyadda Jibuuti mudane Hassan ku soo dhawow waan warta hadalkan ka dhexgalayaan loo Hassan ka hormaro waan isii deyn anu arwaan isii deyni waan bixi waxa weeyaan balan baalin waan yara bixi waan isii deyni hadaan ku soo noqon karo waan igu soo noqono isoo gaaro hadii kalena waxaan leeyahay program wanaagsan halka ka sii wada waayahay igu soo celinaya dad baan balan la lahaayo igu soo celcelinaya bay insha Allah aad baad u maatantaa sida kadiska aan kugu yeernay aad noogu soo jawaabtay annaga mar walba la joogaagu waxay noo tahay aad iyo aad sharaf bay noo tahay mudane Hassan
مدن لگا جعلی مدن بوق سلام اینا سن بنا اکسن بان لینا یه دو او مدن حسن شر حرید ای گبر ای رگون لسه انگلیس که وحال لینا ای گبر نایر نصوبر بار وحال لینا مرودی سن وحال لینا کنگردیلیشن فرشتاسیون مبروک ادیگه ایو رر کاغ و مدن حسن شر حرید فلیستاسیون حسن شر فلیستاسیون فلیستاسیون شر سلام علیکم سلام علیکم وهي مدن حسن الدالية وخطك وكب حي اسمه غنيو طريقة اسمه سيد هيك انه برنامج مدن وحان نقص بيري سيتويا وغاجي دليار جوتيا كوسو دوو جوتي توس تي في وحان كلن هاي سنة كجديد كسنة وانا اكسن كوسو دوو الحمد لله يا الله كل دوره هاي الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله الى هاي سنة كن ان نوغدو سنة خير قبا labo kun afar laatanka ilaahay nooga dhigo kuwi xaq ilaahay garansiyay ee jufada iska dulqaada dawlad manihiin le reer ba dawladin noo dawladeenay kuwi ilaahay reerka iska qabtay ilaahay naga dhigo magarad ayaa loo marka sanad wanaagsan adiga technicianyada nimanka kula falaqeynaya umada reer Jabuuti inta dhiiga leh sanad wanaagsan baan leeyahay انت الظلمي جديد سنه وناكسن بان لي ايا واي هي واي هي هتي برنامجك اطلس موكتا الى صوتي وحا كجيره شقاقوين بالبلاء حافظ بالبلاء ورابلي شقاقوي كاسو لي هي قوميه عفرت يوم حي هي دري الصومالي يغو بيرها عيسى يعكا اسكو كعصاري مدن جيوس اسكو ورك وركا بحيث او نسيي dadka dadka dilaya ma aha dad iyagu moogtahay xafada degan waa maleeshiya la soo qaystay oo la rabo inuu ku sameeyo dhibaatooyin arimahaasi maxaad ku ogtahay intee adiga maxay cadeynay waxa tahay shaqsi reer Jabuutiya shaqooyinkaasi xafadaha waa laga sameyn jiray bal dibu jallaac sidee kula eeg tahay moogtahay dhibaatooyinkaas maad xafada bal balaga socon ayaa low in waxay dawladdu sameen kaba dhaco dalka Jabuuti ma garatay anagu markaati waxaanu ka hayn 2009kii ay mar xaafadu saa iskuul shiideen min kartaan ila balbala ayaa loo niman dawladda ku jiro oo shaqala dawladeeda yaa arrimaha fulin jiray ayaa loo xaafad kasta waxa loo diri jiray qof ku magacaaban oo xaafada degan ayaa dabka kicin jiray ayaa loo waqtiga Cabdilaa Cabdi ba joogi jiray Yasiin Cilmi Buuxna oo ah minister de l'interieur isaga waqtiga lagu xumeeyay ayaa loo interieur marka Cabdilaa Cabdi iyo koox ku jiro yeelka tii habeenkii quraan subaxdii soo quraan iyo subaxdiina soo deen jiray naga laga soo deen jiray ayaa loo marka dawladdan wax kasto ka dhacay iyada saalki tiiq la fiisel ayaa loo dadkan aad arkaysid islaynayna waa lagu dhex jiraa qoriga la isku dhiibayaa dabka la isku dhiibayaa Cafar iyo Ciisaba iyagu isku xumeeyaan marka waxa waa dhaqan erbebeedu ku shaqeyso waligeedba sida ay waliba dhaqan waxa jufadan ku shaqeyso reerkan meesha jooga ku naaxa marka Ciise iyo Cafar islahayaan iyagaa naaxnaaxa ayaa loo kolay waxa uga jeedaan ku xumeyntii Ciise ay ku xumeynayeen Cafarta ku xumeynayeen unba halkii kasii socota tii galbeedkiiba laga soo weydaartay oo tii Jabuuti ba hadda la bilaabay wanagii arkaynay tii gudabursigii Ciise xeebta dhexdooda ilaa bergidooda inay dib u bilaabeen haddana dib bay u socotaa halkana ayaa loo dejufada maalinba dhinacba dhagax ku tuurtaa maalinba dhagax meel bay ku tuurtaa waxba uga jeedaan saani ugu soo maray xitaa parceladan ay dadka degan yihiin bay dan kaga jeertaa bay ugu yoon malay ayaa loo sano sheekada xanta ku maqlay marka tan iska hadii aan ku noqono sidee kula muuqataa moogtahay ficilka ficil darida ay ka muujinayaan talisku aynan moogtahay dadkaasi isku dayayba in ay moogtahay kala qaboojiyaan amba in ay loo soo diro ciidamada moogtahay booliska iyo gendarmeriga si moogtahay dalyarada isdiliisa guriyaha la gubayo loo joojiyo say kula eegtaa talisku awooddeedu u leeyahay aan loo ku kala qabanaa dadkan xoogeegina u leeyahay example baan ku siin shalay markay Yunis Misil leenayeen soo awoodu bay isticmaalay ayaa loo
ميلكانسكي تدكي مرك اللي ليني صوتيك دوابة يسوق يبلاي الله دعي عيدا كيو شو قادي عضي دونا هنا كجنا لكن تن إيه قاس كنا حيا وهو حي يقول دوبك وضع مركز عسكرته وعمر حصار للصين يا وفي سيدة وطعيالو اسكود حلا اسكود حل تونينا لقلي هذا كد دي بقول جوك سدا وبرزانسون صورهانو بعسكر تو جوك تا عيالو ما الشبكة لا ضار يلا الشبكة هو أي وضدك كاتف كاتد يكون رينا ضدك هو أي شيء احترق أوه كومباني انترفنسيان جي بوليس كل كوكر داعي عيتا بويدا بيا ودنجري عيال way tahay aad baad ma san tahay mudane gediyos suu kula muqda mustaqbalka jamhuuriyadda jabuuti 2024 xaq siyaasadeed xal bulsho adigu interview ka qabta in aanu moogtay camera dalin doono moogtay halkankaasi ay wadaan dad badan oo iyagu maanta ku soo biiray siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti oo waqaano nimanka maxay aadanay iyagu halgamayaasha ama activists baraabushada iyo niman badan oo iyagu si dadban u halgamaya adiga sidoo kale muqda sanadka maanta noo bilaabmaye 2024 aan ayalo waxa weey horta walaalkii ma soo dhaweenaya citoyen engagé soo dhaw walaalkii aan waxa weey ayalo aan horta dibta waxaan ku qasbanahay marka uu horeeyso ummadii marka ay rabto inay badbaado waxaan ku qasbantahay inay dib u milicsato ay dib u noqoto ay dib u eegto waxyaalihii dhacay ee halka waxaan keenay waxaan dhaliin waxaan iska ma iman ayaalo dibtan aan ku jirno taliskan macangaga ah ee arxandarada noole ee ma taqana wax iska imido cirka soo dhacay ma duwabadana min wada markay meesha fuuliyay inay qabsaniyeen aan reerkan arki ka dhigay ma taqana in qabiil ka dhigay aan situation ka jeemi ka fogaa hadii mid gal adoraliya aan waxa way aan dadkani garab baa la soo siiyo halkan waa la soo gaarsiiyay khaladaad baa dhacay sidii ay khaladaadkaas u dhaceen wixii keenay in wixii keenay waxyaalo kamid ah ayaa socda hadda aan taliskan hadaba mucangaga ah aniga marka meel kasta si fiican taariikhda dib u eegay aan u fiirsaday waxa ii soo baxday in uu taliskan mucangaga ah ee qaranka reer ka dhigay una ahayn le seul problème Djibouti iyo maxaa ku raahda geeska Afrika boodde inta Soomaalidu geeyanka Soomaalida degan tahay dibta haysata taliskan wuxuu ka yahay in factor waa qayb kamid ah problem kan haysta way qaybta kale harsan waa maxay waana ayo waa annaka way waa annaka way annako ayaa annako labo kala baxayna qaar ay u geysay macluushii iyo tacadigii gumeysiga lagu wada darteed in uu nolol ka dayo taliska uu noqdo daba dhilif taasna ay keento walaalihii inuu tacadiyo uu dhibaato u geysto si uu isagu u noolaado marka ma jirto la xajacladii aan hadal ka hadlayay ee ahayn wadaninimada qarannimada diiga shakhsiga bani aadamka diigiisa ee lama oranayo warreer Djibouti oo qura ee qof kasto dhimanaya qoomiyadda uu doonaa ka soo jeedo waa muwaadin reer Djibouti in loo nox ay ahayd dalkeena jamhuuriyadda Djibouti markii hore waxa lagu yaqaanay dad imika anuu magacan soo qaata badi waa Gediyos iyo leer ba soo qaata sababtan soo qaata maxay tahay hadii annahay muwaadin reer Djibouti ah waxaan isku identifyeynayni oo isku kala garanayni waxa xafadaha kan waa reer Kartasis kan waa reer Kartased kan waa ciyaal Cité Progrès kan waa ciyaal Xumbuli kan waa ciyaal Jamal kan waa ciyaal Arxiba kan waa ciyaal Maxay saasaas ku garanayni qabiil isku identifyeynayni ayalo marka aad taariikhda aad u eegto dib u noqoto saas isku identifyeynay saas ahayd kolka sababta aanu magacaan u soo qaato waxay kamid tahay inaan muujiyo war annaka maaha waxa qabyaalada keenay qabyaalada waa naloo keenay dad baan noo keenay anakuna ku macsuumnay oo ku soo dhaweynay hoggaankii dalka oo u ogolaanay in ay sidan xaaladan aan joogno ay ma taqaana ay keento de maxaa ku raahda shuwaagi aan dooranay amba ay doorteen dadkii naga horeeyay kolka waxaan leeyahay muwaadinka reer Djibouti problemku qabiyaalid kama dhaxayso shacabka reer Djibouti isma haystaan waxaan arkayna ka dhacay balbala waxaan arkayna ka dhacay waraabale waxyaalahan arkayno waa waxyaalo ay
أوركستري وحا قعمها كسميي وكلو غلا واتاليسكا إساقا دوني إنو حماسات سميو إساقا كفكرية أو إسلا أيالو problem ke create solution in aduken kolka komsati ba controli saasad ku controli marka dibti ken buuqi ken rabshadihi ken had halkiina adigu noqo ki keenay kolka wuxu noqonaya marna low pressure marna wuxu noqonaya marja mar astigaterki wuxu noqonaya marna wuxu noqonaya li software labadaba noo ciyaaraya kolka 24 sanadood u dambeeyay waxa soo noqonaya waxa weey waa programka iyo methodologyga ba soo noqonaya marka waxaan aan u soo noqonay hadalkii aha qaybi taliskani problem kan haysta qayb buu ka yahay ee ma wada aha problemka dad baan nooga dhigaya inuu taliskan yahay problem oo qura taliskan waa in factor the problem taa waa in la iska waa in la isla garto problemka kale waa annaka midna dabadal fu noqday midna wuxuu noqday muxuu noqday ayaa la daawade ayuu noqday dibti oo lagu wado hanjabaad caafimaad darro ee dulmi تعدي جوكتا حبسي أيو داهونيا أيو نفلك علينين مركا وحاسي لبداس إلا إنتا صحينو أن قيبتين أيسا صحينو ديبو نغورينو وحبها قاقيان قاربا دونيا سيدي أكو بلامتي مركا قبني مدى اللقاتي وايو قبنيون أن قادني أيالو مركا تاريخ ديبو أكتو ولالك يو وايو هدالك إي كاني إنا ديبو نغدي تاريخ دا مركا ديبو أكتو تاليس كان دولدني مدى نوردلاتي ودولدني مو واستعمار دليهي ما هاتو أنا أناكو كينوي وفساد ولوكيسي ده كي اللي حجع لك هايسي إيه هالجمي إيش ده ضعده هالجمي ولا وذن لاي يوم قبلني مدي هيلين بيدن تان أيالو كل كأي صهر يا مركا ده بديل في قال كوش قيني إيه مركي هربا أمضن ما تقعنا كده كل ميسني إيه علوش العيال كها أيه هو جانك ده كلو ديبي أيام مركا وحي سمينا كمين فكرين اللي حجع لك مهين ومضى مواد كرير جبوتي مستقبل كرير جبوتي نيك استبجيب كيسو بحسري هل كان بين السوقات سيسي دا مركا جيد كي حمانتي لباري وقتي قاس أيام إمي كمريهي سيقورانينا كل كا نيك استوك عبادة براها برشادة ينيك استوك عبادة دلك وإسماعيل مقجان إسماعيل عذر إي أفرت المادريديس أو قرى ماها بروبلمكو iyaga waa in factor waa qayb ka mid ah problemkan haysta qaybteena goorma saxna goorma joonid jineyna daba dhilifnimada goorma u kacayna xaqiina walaalkeen hadder ka sii baxay aqoonyanka anoo raba in raayigay ka dhibto fikirka uu uri mudaharaad uma baahneen waxaan u baahanahay bulaha Hassan Sheer inaan quriye qaadano kulka su'aashan isaga aan Hassan Sheer walaalkay iyo inta fikirka la qabtay in quri qaadato een iyagoo waliba haysta example in fridkii uu gaalku sameeyay eg dawladdi waxa sameeyay gaalka jabhaddi hore isla sameeyayna gaalkan ba sameeyay halka goorma anaku yeelayna waxa anaku leenahay ayalo goorma anaku noqonayna kuwa ay ka soo go'day isbeddelku ka soo go'ay isiga inta ay ka sugayaan inuu gaalku u sameeyo markaste ururo u sameeyo ka sugayaan halka waxaan leeyahay war qori la qaata waxa kar laanahayba dadkii ina mideyno oo isku keeno oo dibad u soo saarna kar laanahay sida aad dadku mideeyneyso oo qori ugu dhiibayso bal halkan kaala nooga sheeg ma qof aan garan weyna maanta inaan ka oranno war wakaas soo bax waxa ka dambeeyay reerkaagi ubadkaagana intaas anaka masuul ka noqonayna anaga sacrifice ka sameen anagu la jeebkan gacanta gelinayna intaaban orowayn ummad soo baxan orowayn oo dhirigelin weyn oo ku guuleysan weyn waxa ka sugeynaa inaan cambaareyno oo quraato xisbiyada mucaaradka waan garanay waan isku raacnay mowqifkay noo taagan yihiin lix jacal kama hayso dalka waxay lix jacal ka haysa kursiga ay doonayaan kolka rag 23 sanadood garan waayso wax loo bedelo iyo kul 10 sano mucaarad ahaa iyo kul 2 sano mucaarad ahaa waxay ani ila mid yihiin ninka garan waayay inuu ummada mideeyo waa nin taliska la shaqeeya si toos ah ama si dadban ayalo sidaan kaga bixi mustaqbalka 2024kaadna waxaan rajaynayaa hadii wax ka bedeli weyno waxyaalaha noo keenay dibta aan ku jirno sida aan idii soo tilmaamay imika anoona cidna fartax toos ugu fiiqeyn haddana in idin dul maraya waa dibti taa keentay ee halkan soo gaarsiisay wali wadadeedii ma saarnahay waxaan ka bedelna taas annaka nooma aha favor asaxan nooma anaka taliskum bay favor u siinaysa isagoon bay cilmi dharar siinaysa isagoon ba kursi ku sii raagaya haddoon wuxuu noo sameeyay wax bedel ubadkiisu u dhiibay meesha ubadka dhaleen baan ahayn marka adaa lagu gumeystay ubadkaagana waa lagu gumeysan kuwa dambe ay soo socdaan waa lagu gumeysan doona hadii aad maanta wax ka bedeli weydaan oo isku iman weydaan oo si walaaltinimo taliskan
متقن أرموس أنت أنا خو جمعي صدق سر وين أرموس لو هذا قالوا سيدا سر لك سمسي سيدا أي سمسي السودان سيدا أي سمسي الدلال بدن أي سمين وان أودنا أرمسي سمسي وان كرينا ور مظاهرات بالي دي كربا إلى أرموس ملك اللي دي كمربو تاليس كني اسم الدفاعي بالله وحيد كو قاضية أفرتن والمادريدية وهرنا عايز كده جي مد دفاع الدونان نفطه دي الأرض الدونانو وح أرض الدونان نكستبا نفط هذا نفط هذا وهذا بحسن دونان مد دفاع الدونان كل كواحد اللي ذكر ربع ور اللي درد كويس كل شيء غيوم هدي الدون السال إن الكرسي السدي لو دوني إحلاش هدو دوني سين وداجر تلا مرة وأمد الله هرس هذا والنفط الله رب ورما أحمد ديني ما كنا قنتهين ورما محمد حربي ما كنا قنتهين ورما عادل رب العوالة كنا قنتهين ورما موسى أحمد ما كنا قنتهين ورما علابة كنا قنتهين ورما ضدكي صوها القمي إنت ما قعدوا ده حسوسا ما ضدكي أسا كنا قنتهين كمان نقدين وكري السنين السميسين لكن وحاني هايستاء وحاوي وحالي رهد إيغو إذن كايس عجبه إذن كايس عجبه سنة نفتينا قلنا نفتينا أمضت كيف كريسين أمضوا ما في كريسين وحليه وحكب بديله ولا عليها تاسنا أمضوا أسو جيستا موجية ودوين كانوا الله مر مر الله سص صورة قال نحدا الله قد نحمد ظهر الله قد نحكي القليو وح أي كانتي مزير ت تضمي أفرت السندات بهذا جلين هذا بلاودي أو نوب بلاودي لبده كوني أفر لبعتك صعد كيني يدبعت هذه يدي مسكي أسكت فيها أمضت كده حناشة وروح حلقة بدلو هدي الربو سيدا عدا أو اللي حجعله إذا كهيسو أوبت كينا قرن كينا وروح حلقة بدل عليها يالو إنت أبانك قبحي ومد الرجي بوتينا ما تدو حليها مركلي سند وعنا وناكسين كستو سند ميلادي أيتهاي ما حسنو سي إسلامك لكن سي وحوي ما الله كتر سنة نلوشي لما كتر سنة كل كما حان الله نهاي إنت حستا إنت حسين بأ سند وعنا وناكسين أن إلهينا لقمة قصة إله قرآن سحري لا تقنطوا من رحمة الله إله نحرس إذا كقصة ما ينو نبي جنون صلوات الله عليه وسلم حمد ودي رجلي إن إله لا تلصارته إن قلوبتنا أم دينو أي قسم نو أول على يال أن إن نقرن معها محان قرآن قرآن كوي لا كل شيء وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى واحد مودا إن يبديهين إن يبليز إن يهين تد نمبر نمبر كوجين وبدين هاد مودس تد بدن بد مودس لكن قلوب تود ويكل جدا وطاوع هاي ستة شعب كا رير جبوتي وحلينا هاي قلوب تن كل سي جدا أو سجسنو وان أوجا هاي وان جارا رينا سكولة كمودو دجن وحلي رهضو ودن إني مدن المبرين لحج على ضوضة كجعل كيس المبرين لكن سمعتا وتطبيع فرت السندات وحلينا أسسي أسسي وحنا كبدلنا أنا كوهنس بدلنا عد نوما قمجرتو أقويان كيني أون طوري شيخي أون طوري وحنا نقد على شو الشقي استوي ما نقدنا نش نفتوهم بدار بدن ومضي وسكي لوبين سياسي وسا كذلك أولاد قمت كنا وسا كذلك مركا أمضني إلهي أم بالله ذهاي خارنا إله بقول الله هيد إما كان إله بالله ذهاي ولي جن إله بالله هانينا لكن سي وحي ملاجئين أفرت الشيادين إحفايد ستة جبوبي إلهي كمجرو تاوين أوجاتين إلهي والله أو بالله بكو دارنيا إلهي نمر خاتيبك يا دارته ذا إلهي نجومو تلقلين إن الدلو نمدا كده نولاتين إلهي نجومو تلقلين إلهي نرالي كماها سدا إرجاس إذا كده غميان أتكدا ونسين إذا كدارتي نفنا إلهي مد الليو يدو يزد اللي سمويان قولك إنتا سانكو سوكوبي هذا الكيغة أيان لو وانا كبحي وحان ليه هاي دمان موادك الرير جبوتي ملكستو جوادون كدا علي دي سنة إلهي هان حفظو هانا نبركيو أدات سؤال كالقابين أيان لو وان كبحي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أدبادو ما تنتهي وحان رجيني إن أي سند كا لوي كون إيا أفر إلا واتطن وصدق سند سيريرين تي iyo Ismaaciil Cumar oo farmaqaati iyo arurtiisa islaantiisa inta isaga il maadeeradii kuwa isaga maxay idin sidiis u dhaqma uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga qaaday anaguna aficilkeega leemin wayay waxa siin doona citoyen gaajeen ka dhalinyarada ee Djibouti waxa leeyahay jamhuuriyadda Djibouti isaga ku sugan oo garanaya si fiican bal in uu isaguna insha Allah sidoo uu arko 2024ka isagaan ku soo gabgabin doonaa anigu waxaan ilaahay markii ugu dambeysay 2024 waxaan la sameeyay munaasir oo furwaaqa bashbash ilaahay digaaga caafimaad iyo maxay ahayd inaan wal baqal digishii dhigisa muqtaay waxa ugu jira ilaahay uu siiyo sidoo kale in maxay ahayd dimanka jeelka lagu hayo dayta ku ay Yusuf Cali oo isagu duuliye muqtaay maxay ahayd ciidanka Djibouti ahana
وجال كاسيات كجرا مسكول وحري عروتي شيء حرب في سنة عنا فرصة هذين اللي أركان وهقدر حاجة جال كوجرنا إن إلى هاي عنتا عدو وقصص صاروا عن قبي سدي فلسطينيين تمركنين فلسطين يلا سودا يو فلسطين توي وي موتا يسودا يعني منك يهودو وي بود بودان فرحان أنا قلنا سدي يو كلام هاي بوك مركل السودا يو وفرح هنا وعي تاسكو عبين سائنا نكوه يسمحاي يعني وعلي هذا حرية وقول أم بنقولها هم حرية ودن كنا تحديثا عقلو ديالك كجرا معايا هذا هي وزير كي موجود هاي ميشانية أخرى جمهورية جيبوتي مدن معايا هذا هي إن معوها معايا هذا هي عبد الكريم آدم شاب وعديالك كجرا أو كلا شلة عيد البورس موجود هاي سرية جود معايا هذا هي عبد الله عبد فارح أو يسونا هذا على كجرا هدي تذكري أي وحسينيين أم بوحلوا عشتو المحكمة على الهرجيو إسماعيل هو بقول لها إن الهر كان يقبض كيسة يوتيوب إسلام كيسة خطر محمود حيد لكن شعب كان بمريد جبوتي ضد كوش خيا أما ضد كم حاجة هذين قرن كلاد درو اللي بدوين كلاد درو أي وطن كلاين هذا ما هو بفرت جري بمرك دم اللي هذا يديك وحسبي كهالية يسوي مرة والبرس كده جبري إنه نضيف فيها شعر عد لكن قرن كورن يسوي قبل عما يسوي قرن مع إسماعيل المركزي ويهي مدنة سيتيوانيا قنجاجي أديك برنامج كربائنا كوسو كبكبيو السيدات وعركتا مستقبلك لابد أكوني أفرين أمرتك محان أقول رجينا شعب جمهور ديوت أي الله شعب كارتا حول رجينا خير يبش بش يرواراقو يلاهو كدلو قادن بجفادا حوق قوشي يتو مد رجي بوتي وقرت أي الله لكن وحنو با وحي سبدلا ويماني أفرلا تكينو جيرين هدي على لقى دقائق ويدي هلك اللي تشوفه ما أنت إميل فانتو على كل جوي هذا اللي سكت تجي ويا حلقة من ويا دم إميل فانت كان نصدام بيخد أمانة يالله مركا معافد يوم يوم حافد يوم عارض با هذا اللي استاجر ويا يالله وحبي إنه هجاجي ما يان إن ماشنا الدولة دي نواحي استرر باين حاستا قف كستوجي هنا ورر ماشة كتا من وح وحكو عدينا يسوكل وح يحكم هايستان ورد waxay abood haystaan waxay isku ba haysteen waxay isku yeedeen waxa soo dhama ku cadeeyay inuu reer meesha ka taliyo ayaalo marka inaga hawl rag leey u taala inaga ino taala ayaalo inaan qabano isku tagno mucaarad ka u yeedno muhaafid ka u yeedno ki dalkiisa jecel dhulkiisa jecel umadiisa jecelna u yeedno isku tagno oo abood la sameeyno ayaalo waxay isweydiyaa marka qaar marka afar rajbuti isku tagtaba waxa dhexda ka jabiya taban sweediya labi la tas shan la tasan sadex sanaba dadkii rajigu tuntay isku tagaan laba cishay wax wadayaan waxba ma wixii kama soconayaan ayaalo wax weyn bayna haysta marka in qof kastan ismaqalkiin inaga yaraaday oo ina ismaqallo hoggaanka isku deyno oo hoggaamiye aan samaysan way naga dhimanta wali har ka manu gaadin wali man bislaan madarta ayaalo waxay noo cadeeyna wax xisbiyadeena imisaxbiyo mucaarada marka ay tii wadhoor iyo 4 ilaa 5 bay gaaray shanta aday gurmo samayn hayna meel qoraa samayn hayna ayalo abood bay noqol hayeen ma garatay ayana ma garatay abood bay noqol hayeen aday isku tagi lahayeen si demiltreski oo cudud ba soo bixi lahayd ayalo een ma garatay laakiin ma dhacay qof kasta wuxuu leeyahay xisbi kasta wuxuu rabaa dhinac uu joogo inuu ku sii joogo marka qaar kood waxa weydiin iyagana waa loo hanjabay ayalo dhexdooda xisbiyada waa loo hanjabay oo nimanka jufud oo inta uu yaraan bay uu yaraa wareer Yurub oo hada inta dhaaftiday ku taalo wixii ku gaara laga yiraa igu cabsi bay ku nool dalka markay tagaan imagana mucaaradku markay dalka tagaan waa loo hanjabaa cagaa dhulka loo saaraa inta iyaga loo soo diro askar yar oo la qortay yaraa wixii nagu dhacay inay gaarsiiyay yalo marka taasi looga bixi lahaa waa inaan dalad ku taas ku nimaadna on jufud markay qurbaha timaad aan ku qaylina ay meel kasta galaan ka daba galnaa yalo inu faransiiska jimaadu semester ku qaato oo raaxaysto noqdo waa nagu fulxumo markasta isaga iyo inta uu shaqeeyo inaan ugaarsanayahay inaan ugaarsano oo meel kasta ay galaan hor joogsano iyahay dayaan loo magaba garatay ilaa aan activity badan sameyn weyno aan sameyno ma ahe waxba rag ma gabanayaan imka dalka marka joogta yaro dawladdu way kala socotaa ninkasta meeshu joogo ka taliya isagu curkiis kursiga sare ayuu imaanu muheeraa
دولتك كل هذا الحقوق بعدك جيب كذا بقرشة خصوصا يلو ميت كلام خوشة يلو إن إسماعيل عمر وقفك هو بين بدل أدوك بقول كنوا جربوا كده الشعب كجبت معيشة دنيا جبينا يا كوران كان يقدر بيا وهل كم بحكي تاجته مر كان يمكن وهو هايستا وهو كسكري وهو كسكري تربية دي حيلة سلاسة يمجستو دتك إثيوبيا مجستو يحيلة سلاسة دتك قاعدين كحكومة جرنا يلو وعيال كدرجي ما قالت وعيال كدرجي درجي جند إثيوبيا قاعدوا كحكومة تبتي بس ما عملهم كيالا يا قرعسته ما عبود سيو دولة دك العبود ملا سجا وحست هستا لعكتي سجا هيا حالي سجا هيا نبض نبض أنا هاي ولا هدا يالو وكا عزيز عبارة إسكو قري ثورة يا ما قالت يالو مرت عدد كي رجوا تروحوا نار كابا يمكن حين نار كان وعدد كدنا إن الناقص نهين نار كان جفده ومحمد السمين كريم بقى لأنه قف كست ديب وسكو دقيا وإلى الله هلا يرجع على مدح وقرا مدح وقرا إلى الله هلا يوم جفده ما قبنا يسوع مركا يالو إن هدان فعل الغد غير وايو وحد السمين وايو ولا ورجل لو أبوت شيء وايو يالو يقولون هل كابي جوجي نقول قربها يو جبوت ما كان حكي الغالينا واي واي دي أت بدو ما تنت هاي مدنى برنامج كي وقت كي فعل كلا جرا يلا كان حكي له وقت كي فعل كلا جرا صح 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 نما كنا عارف كنا عارف لها نبض وحبات كوي ديني استراتيجية بدلا نبض وحدات كوي دين واستراتيجية بدلا أي أي يلا واي أدل ما تنت هاي ماي واي إذا كان قصود مطلق بقبلنا واي طبعاً وما تيجي هاي مدنى شوية أو كده سوي جبوتي جوجا أدي أد وما تيجي هاي وحاربا برامج كي أنسوق بقبلنا وحمحاي هاي دني الله مثلا على محمد ليس قرال عربا إلى أخريو قرال كاسي وقرال كفتنا قصلا ومود هاي ونجاق قصلي لي يركع نص قري amba miraado gabadha noo soo qortay qofka soo qoray magaciisa kuma yaalo waa qarinaya yiri ducooyinkeeni Alla waa naga aqbalay ilaahayna inuu naga hor qaado Ismaaciil Cumar Geelo waa naga aqbalay muujimeedkii jamhuuriyadda Jabuuti yimiday ee Ismaaciil Cumar Geelo u yimiday inuu qaado waxa uu yimiday Harmuus markuu yimiday albaabka waxa ka furay محايا هيدني وزيردي محايا هيدني خديد ومركا هرموس كسوغني أقل كي إن عمر إساقو نبقارين أي إيادو كفورتي أمبود سيدو شاقة إساقو ملا وحي كلها إيان مقرانا إنو أرق محالكا لغولاي في وزير بضاني وموقتاي وخطوي مدهيري تاتكي جبوتي مركا خديجة الباب كفورتي أم خديجة الله كمانتي سيدو إساقو شاقة مولي كلمات كينا خديجة أبو قاضي إساقو لكيمو سعودي إسكر مقاتيس محل عمر جيل مركا بعدين يري والله قبلي لكن بالكلمات كي وحى وقاضي كير من ما كوكله بعد الله ما يدك قبلي يا غوض يري وما سب حاجة هذني وحركينا هذي خديجة بجيبوت يكون أحد متوه حويني ودعاء جمهور جيبوتي خديجة لهم دعائيني إلى يوم حيستيضوا إلى هاي جنة الفردوس على أكيني وحلو دعائيني يعرفون الصعود الجميع gaad bay qosliisay wana jaclaad inaan la qaybsado intaasii maruuhin iyo mudan yar waxay dilay inta aad dib u kulmin doono sanad dambe ilaa aad duurado 2024 ka waxa dilaynahay sanad wacan oo wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa
دالين كويني نطول من اياي دلكن بشي محا محا تتكي قول داوليسا دالين كويني نطول من اياي دلكن بشي محا محا تتكي قول داوليسا لداوليسا وركي سديدة لكي سدمية دكتاتر كاسحون تقالكو قادة وركي سديدة لكي سدمية دكتاتر كاسحون تقالكو قادة عدالة دونا ظلمي كان ديدا دولاد حلال ودكتنا ودكتنا انت يا عينين ضديوك وسمية عدالة دونا ظلمي كان ديدا دولاد حلال ودكتنا ودكتنا انت يا عينين ضديوك وسمية دالين كويني نطول من اياي دلكن بشي محا محا تتكي قول داوليسا